دكتورة جميل، هكون معاكم في Organic Chemistry 1. الأورجانيك من الأقسام المهمة قوي 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 في الكلية، اللي هي هتكمل معاك على طول تقريبا، هتفضل معاك لحد سنة 4 أو 5. إن الأورجانيك كيمستري بتكبر وبتبقى فارماسيوتيكال كيمستري، اللي هي الأورجانيك كيمستري بس بتاعت الأدوية. يعني القسم ده مهم جدا جدا جدا. من ليه؟ هو احنا بنتكلم على الكيمستري بتاعت الأدوية، ازاي بقى نحضر دواء، ازاي يكون عندي دواء اعرف كل الخصائص بتاعته، الفيزيكال والكيميكال وكل حاجة من الكيمستري بتاعته. طيب ماشي، طب ما احنا عندنا الكيمستري بتاعتنا اللي احنا درسناها في ثانوية عامة وفي اعدادي وما اعرفش ايه، هي ليه ما تبقاش هي الكيمستري بتاعت الأدوية؟ اوكي، هو ده بقى اللي احنا هندرسه في اورجانيك 1، ونفهم ليه الاورجانيك كيمستري هي مختلفه عن الكيمستري اللي قبل كده، اللي هي اسمها ايه اورجانيك، اللي كنتوا خدتوها في معظم السنين بتاعتكم ما عدا بس اخر ثانوي عام انتوا خدتوا تقريبا جزء من العضويه اللي هي الاورجانيك. برضو ايه اورجانيك كيمستري دي؟ ليه هي مختلفه؟ الاورجانيك كيمستري هي الكيمستري اوف ذا كاربون، هي الكيمستري اوف ذا كاربون. يعني ايه؟ يعني دايما حضرتك هتلاقي اي اورجانيك كومباوند لازم واول شرط فيه يكون فيه كربون. طيب ماشي، ده واحده. لا، دايما الكربون بيبقى معاها اليمنتس ثانيه، تمام، ومن اشهرها احنا هنختصرها في حاجه اسمها نص بي. نص بي دي اهم اليمنتس بتكون معاها. نص بي ايه؟ نص بي دي ان او اس بي. ايه ان او اس بي؟ ان نيتروجين او اوكسجين اس سلفر، والبي اللي هي الفوسفور. يبقى الاورجانيك كيمستري وما ننساش طبعا 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 اول واحد فيهم هو الهيدروجين، ده التوب بتاعنا. يبقى انت لو لقيت اي اورجانيك كومباوند يبقى لازم تلاقي فيه كربون، وهنلاقي فيه حاجات تانيه اهمها هيدروجين، يبقى هتلاقي كربون وهيدروجين. طيب وبعدين هنلاقي ايه من ثانيه؟ اهمهم مين؟ نص البي. ايه نص البي ده؟ نيتروجين اوكسجين سلفر وفوسفير او فوسفور. طيب وايه تاني؟ هنلاقي هالوجينز، احنا خدناهم. ايه الهالوجينز دول؟ خدناهم في ثانوية عامة، خدناهم كتير. كلور، بروم، كلور والبروم، فلور واليود. طيب وما ممكن نلاقي ألمونيوم، نلاقي سيليكون، نلاقي بوروم، ممكن نلاقي دول. بس الأساسي بتاعنا ايه؟ إن أنا عشان أحكم على أي أورجانيك كومباوند أعرف إن هو أورجانيك أقول إن هو ايه؟ هو فيه كربون. أول ما ألاقي فيه كربون أقول ها والله ممكن يطلع أورجانيك، تمام. هلاقي دايما في الاليمنتس الثانيه ايه؟ هلاقي هيدروجين معايا، هلاقي النص البي. ايه نص البي دي؟ اختصرناها مع بعض ان او اس بي، يعني نيتروجين اوكسجين سلفر فوسفور. وممكن نلاقي الهالوجينز، ممكن نلاقي الحاجات الصغيره دي الالومنيوم والسيليكون والبوروم. ماشي، يبقى انا الاورجانيك كومباوند هو ايه؟ هو كومباوند لازم يكون فيه كربون. طب ناخد الدكتور قاعد يتكلم شويه في المحاضره كده ويقول لنا طب ما تعرفوني شويه اكزامبلز كده من الاورجانيك كومباوند اللي انتوا خدتوها، اللي انتوا عارفينها. قال لكم مثلا خدتوا في ثانويه عامه لما الكربونه تبقى مع الهيدروجين، قلنا هيدروكربون زي ايه؟ خدت زي الالكان والالكين والالكاينز، انت خدتهم في ثانويه عامه كربون وهيدروجين بس. طيب قال لك طب ما تاخد الكربونه دي وتحط لي عليها اكسجين، هي ممكن لما تبقى كربونه معاها اكسجين ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى كربوكسيليك اسيد، ممكن تبقى كيتو، ممكن يبقى الكحول، على حسب يعني. قال لك طب ودول بنستخدمهم في ايه؟ قعد بقى يفكرنا في ثانويه عامه شويه. قال كده طب ما كان في كربونه حط لي عليها نيتروجين. قعدنا حبه نفكر في الليكتشر وما افتكرناش. كربون ونيتروجين ده اللي هو ايه؟ امينو اسيدز. ايه امينو اسيدز دي؟ خدناها برده ثانويه عامه. امينو اسيدز دي اللي هي احماض امينيه. ايه الاحماض الامينيه دي؟ هو مش شغلنا دلوقتي، بس عشان نعرف بس ان الاورجانيك كومباوندز دي موجوده حوالينا في كل حاجه. امينو اسيدز دي اللي هي الاحماض الامينيه، اللي هي الطوبه اللي انا اقعد ابنيها فتعمل لي بروتين، ومن البروتين تعمل لي عضلات او تعمل لي حاجات مهمه جدا في جسمي. يبقى عمال يعرفك ان الاورجانيك كيمستري هي كيمستري اوف ذا كربون مع شويه اليمنتس ثانيه، اهمهم هما هيدروجين، وايه تاني؟ نص البي، نيتروجين اوكسجين سلفر فوسفور، وايه تاني؟ معانا الهالوجينز كلور بروم فلور يود، والحاجات الباقيه اللي هي الصغيره اللي هي ممكن تبقى موجوده وممكن لا. طيب قال لك طيب ماشي، احنا بقى نعرف الاورجانيك كومباوندز دي نجيبها منين؟ قال لك يا سيدي مش هعمل لك الاورجانيك كومباوندز دي موجوده حوالينا في كل مكان. حضرتك انت مليان اورجانيك كومباوندز، ما انت جسمك معمول من عضلات، والعضلات دي بروتين امينو اسيدز. طب حضرتك مش عمال تاكل رز ومكرونه كل يوم؟ ما ده سكر، والسكر ده كربون واكسجين. طب يعني ما هو حوالينا كده كتير، فنعمل ايه؟ ما تجيبه من الطبيعه، جيبه من الباي سورس، يعني جيبه من الهيومن، جيبه من البلانت، جيبه من الحيوان، نعمل له ايزوليشن من الطبيعه نشوف هو فين ونطلع. طب انا مش عايز اعمل كده، او الموضوع ده مش سهل.
افرض بيكلفني فلوس كتير، ان انا اعمله ايه؟ اصنعه في المعمل، اعمل سينسس في المعمل. طيب، طب اول اورجانيك كومباوند في الدنيا اتعمل صنعناه ازاي؟ اتعمل يعني صنعناه في المعمل، صنعناه ازاي؟ كان عندنا عالم جاب ايه؟ جاب حاجه اسمها امونيوم كلورايد اللي هي NH4Cl بلس السيلفر ساينيت، وسخن راح طلع لي حاجه اسمها يوريا. هي ايه اليوريا دي؟ وهي اليوريا دي ازاي اصلا كومباوند يكون اورجانيك؟ ركز كده، في كربون وفي الاليمنتس اللي احنا قلنا عليها، في الN اللي هي بالنص دي، في الهيدروجين، في O، يبقى ده اصلا اورجانيك كومباوند. ايه اليوريا دي؟ هي باي برودكت بيخرج من الكدني، وعشان كده اصلا لو بنركز احنا كده نلاقي دايما ان وظائف الكليه دي مرتبطه بحاجه اسمها يوريا. يبقى تاني، هو الباشا عمل ايه؟ جاب امونيوم كلورايد وسيلفر سايلايت، سخن طلع لي اليوريا، واليوريا دي اورجانيك كومباوند. يبقى ده اول اورجانيك كومباوند صنعناه في المعمل، تمام؟ يبقى تاني، ايه هي الاورجانيك كيمستري؟ هي الكيمستري اوف ذا كاربون. يبقى لازم يكون عندي كاربون، والكاربون دي بقى بتمسك في حاجات مهمه كتير، اهمهم الهيدروجين. معايا كاربون وهيدروجين، معايا تاني كربون ونص، نص بي، ايه نص بي ده؟ نيتروجين، اكسجين، سلفر وفوسفور. طيب او معايا الهالوجين بتوعي، كلور، بروم، فلور، يود. اوكي، طيب انا ممكن اجيب الاورجانيك كومباوندز منين؟ مين اوبتند بقى منين؟ حاجتين، جيبها من الطبيعه، طلعها من بلانتس، طلعها من الانسان، طلعها من الحيوان، جيبها من اي مصدر طبيعي، او حضرتك صنعها في المعمل. طيب قلنا اول اورجانيك كومباوند اتصنع في المعمل كان هو مين؟ كان هو اليوريا، وهي باي برودكت بيخرج من الكليه، عشان كده ليه علاقه بوظائف الكليه دايما. ايه بقى صنعناه ازاي؟ جبنا حاجه اسمها امونيوم كلورايد وسيلفر ساينيت، سخنا طلع لي اليوريا. طيب سام اكسبشن بقى، ايه سام اكسبشن دي؟ عشان ما يضحكش علينا، مش احنا لسه من شويه قايلين ان اي اورجانيك كومباوند هيكون فيه كربون؟ اه يا باشا، بس في عندي حاجات فيها كربون ومش اورجانيك كومباوند هيضحك علينا بيها. زي ايه؟ لو قلت لك مثلا صوديوم كربونات، تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده، دي كربونه، اذا كربونه يبقى خلاص يبقى ده على طول الاورجانيك كومباوند. لا يا باشا، هو دي اصلا فانكشنال جروب او نوع لها في الكيمياء قبل كده، ان هي مجموعه وظيفيه على بعضها اسمها كربونات جروب، مش بتتفصص، فدي مش كربون، ده كربونات، وده اصلا ان اورجانيك، يعني حاجه مش اورجانيك، فما يضحكش عليا بيه. زي الصوديوم كربونيت. طب فور اكزامبل تاني، شباب صوديوم HCO3، تقول لي ايه ده؟ سي اهي كربون، يبقى ده على طول ايه؟ ده اورجانيك كومباوند. ليه؟ عشان في كربون هنا؟ لا، ده باي كربونيت. كنا خدنا برضو في ثانويه عامه، في اولى او ثانيه ثانوي، ان دي مجموعه وظيفيه اسمها باي كربونيت على بعضها ما بتتفككش، وده مش كربون لوحده، دي مجموعه على بعضها كده تاخد نيجاتيف وده ياخد بوزيتيف. يبقى ما يضحكش عليا، يبقى عندي حاجات فيها كربون بس مش اورجانيك وقليلين. زي مين؟ عندي حاجه اسمها صوديوم كربونيت، عندي حاجه اسمها صوديوم باي كربونيت، وعندي حاجه ثانيه خدتها في ثالثه ثانوي اسمها كاربيد الكالسيوم. كاربيد الكالسيوم برضو ده مش ده حاجه ايه؟ اورجانيك. وعندي اخر حاجه خالص، الحاجات اللي هي الساينايد، اللي هي السي ان، اللي هي الاي جي ان سي او اللي احنا لسه قلناها دلوقتي، محدش فكر يجي في دماغه يقول ما فيها كربون. لا يا باشا، ما هي دي برضو على بعضها مجموعه اسمها ساينيت. يبقى نركز بس في الفور اكزامبلز دول، ايه هي الحاجات اللي ممكن يكون فيها كربون بس ايه بيضحك عليا وهي مش اورجانيك؟ زي صوديوم كربونيت او كربونيت عموما. ليه؟ لان الكربونيت دي مجموعه وظيفيه او فانكشن جروب على بعضها اسمها سي او 3، ما بتتفككش، مش كربونه، دي مش كربونه، تمام؟ ايه تاني؟ عندي الباي كربونيت HCO3، نفس الفكره، مجموعه على بعضها اسمها باي كربونيت، ما بتتفككش، نفس الكلام. كاربيد الكالسيوم CaCO2، ده برده مش اورجانيك كيمستري. وAgNCO ده برده ساينيت، NaCO دي ساينيت جروب، برده الكربون اللي فيها ما بتتفككش، دي كنا خدناها حاجه اسمها مجموعه وظيفيه على بعضها. يبقى ممكن يضحك عليا سام اكسبشنز، يعني ايه؟ عندي شويه حاجات فيها كربون بس يضحك عليا يقول لي ان هي اورجانيك كيمستري او اورجانيك كومباوند عموما. لا، هو الكربون اللي فيها مش كربون، هو كربون داخل في مجموعه وظيفيه فما بيتفككش، ما بقاش كربون. زي الكربونات، البايكربونات، ما ننساش كاربين الكالسيوم، وما ننساش السيلفر ساينيت. طيب تاني للمره الاخيره نقول الانترو بتاعتنا دي، ايه هي الاورجانيك كيمستري؟ هي الكيمستري اوف ذا كاربون،
يعني لازم الكومباوند بتاعي يكون فيه كاربون، وبيكون عندي اتومز ثانيه او المنتس ثانيه اهمهم الهيدروجين وبعدها النص بيه نيتروجين اوكسجين سلفر فوسفيت ومعاهم فوسفور اسفل ومعاهم الهالوجين كلور بروم فلور يود ومعاهم الحاجات الصغنطوطه الثانيه اللي هي زي مين؟ زي الالومنيوم زي السيليكون وهكذا. طيب قلنا بنصنعه منين؟ نجيبه منين؟ نجيبه من الطبيعه، من البلانت، من الهيومن، من الحيوان. طب او بقى نعمل ايه تاني الناحيه الثانيه؟ نروح مصنعينه، مصنعه فين؟ في اللاب. واول اورجانيك كومباوند اتصنع كان اليوريا اللي هي الباي برودكت اللي مربوط بالكليه، دايما وظيفه الكليه مربوطه بيه. تمام، جبنا امونيوم كلورايد وسلفر ساينيت وسخنا التراليوم اليوريا. عندي اكسبشنز، يعني ممكن يضحك عليا ويقول لي اتفضل قول لي ده اورجانيك ولا ايه اورجانيك؟ ايه اورجانيك؟ يعني حاجه مش اورجانيك. يجيب لي حاجه زي اسمها بوتاسيوم كربونات، ضحك عليا ليه؟ الكربونات دي فيها سي، بس السي دي مش لوحدها، دي مجموعه وظيفيه اسمها سي او 3، دي حاجه ايه اورجانيك. برضه نفس الكلام البايكربونات ال اتش سي او 3 نفس الكلام، كربيد الكالسيوم زي نفس الكلام، الساينيت كل دي حاجات ايه اورجانيك وممكن يضحك عليا مع ان فيها كربون. تمام كده؟ طيب احنا كل ده بنعرف انتوا عن الاورجانيك كيمستري، وقلنا ان الاورجانيك كيمستري دي هي كيمستري اوف ذا كربون وبلا بلا بلا هاب عليهم. يعني انا ايه اللي يخليني اجيب الكربون او الكيمستري او الكومباوند اللي فيها كربون وادرسها لوحدها؟ ايه المميز في الكربون اخليني اعمل يعني ادرسه كده واعرف ان الكيمستري بتاعته مميزه وفاليبل قوي ممكن تديني حاجات كبيره في الاخر؟ عشان نعرف ده بنرجع بظهرنا لورا قوي 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 قوي. ابسط صوره لاي عنصر بتكون ايه؟ بتكون الذره بتاعته، بتكون الاتوم. ايوه مش فاهمه، ما هو حضرتك عشان نعرف الكربون بتاعنا مميز في ايه نرجع للاتوم بتاعنا، الاتوم بتاعتها، ونشوف هي مميزه في ايه ممكن تخلي الكربون مميز. ف احنا دلوقتي هنكمل ايه بقى؟ احنا كنا اتكلمنا على الاورجانيك كيمستري وهنحضر ازاي وايه الاورجانيك كيمستري والكيمستري اوف ذا كاربون والاكسبشنز بتاعتنا وهيبقى ايه الاليمنتس الثانيه اللي مع الكربون. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي بقى ليه الكربون بالذات اللي اخدها واعمل لها كيمستري وتبقى اورجانيك كيمستري وتبقى يعني الكربون ده محل اهتمام قوي 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 كده، ويبقى اي كومباوند فيه كربون هو فاليبل قوي بالنسبه لي واهتم بيه قوي كده. تمام، احنا هنعرف ده دلوقتي، وعشان نعرف ليه الكربون مميز قوي كده نرجع بظهرنا شويه ورا كمان لابسط حاجه من الماده من الاليمنت من الكربون ده اللي هو ايه؟ اللي هي الاتوم. ليه بقى الكربون مميز؟ هنعرف من الاتوم بتاعه. هنعرف الاول كده كم يعني ديفينيشن او نرجع ببيزكس كده كلنا عارفينها عشان بعد كده نعرف نشوف الكربون ليه مميز. احنا عارفين ان الاتوم بتاعتنا دايما بتكون فيها نيوكليس، والنيوكليس دي بتكون جواها حاجات بوستبل تشارج اسمها بروتونز، عشان كده بنقول ان النيوكليس بتاعتنا هي بوستبل تشارج. ليه؟ عشان هي جواها بروتون، والبروتون ده بيكون بروتون بوستبل، يعني ايه؟ موجب تشارج. موجب تشارج يعني بوستبل تشارج. يبقى تاني احنا بنتكلم دايما ان احنا عندنا جوه الاتوم في نيوكليس، والنيوكليس دي بتكون بوستبل تشارج عشان جواها بروتونز. وعلى فكره هي بيكون جواها تاني نيوترونز، والنيوترونز دي من اسمها نيوترونز جايه من نيوترال، يعني هو بتكون نيوترال ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف. يبقى عندنا الاتوم بتبقى نيوكليس وحواليها كده سحابه كتير قوي قوي قوي. السحابه الكتير اللي بيدور فيها حاجات دي كان اسمها ايه بقى؟ كان جسيمات اسمها الكترون، والالكترون دي كانت نيجاتيف تشارج. يبقى الاتوم كانت ايه هي الاتوم؟ الاتوم كانت هي عباره عن نيوكليس جواها بروتون بوزيتيف تشارج ونيوترون بتكون نيوترال، وحواليها سحابه فيها مدارات بتدور فيها جسيمات اسمها الكترونز. فلو بصينا على الاتوم هي من جوه النيوكليس بتاعتها بوزيتيف تشارج عشان فيها بروتون، ومن بره هي نيجاتيف تشارج عشان فيها الكترون. ومعلوماتنا البروتونز عددها اللي هي البوزيتيف تشارج جوه النيوكليس بتكون قد الالكترونز اللي بره اللي هي نيجاتيف تشارج. طيب كنا دايما في اي عنصر بنشوفه في البريودك تيبل في الجدول الدوري نلاقي العنصر دايما بتاعنا فوقيه رقم وتحتيه رقم، فوقيه رقم وتحتيه رقم. لو بصينا في الجدول الدوري اي عنصر هنلاقي فوقيه رقم وتحتيه رقم. ايه بقى الرقم اللي فوق وايه الرقم اللي تحت وعلاقتهم ايه بالاتوميك ستراكشر ده؟ الرقم اللي فوق هنسميها دايما مش اي حاجه فوق، تبقى A واي حاجه تحت زد، يبقى الاول A والاخر تحت، يبقى الرقم الاخر زد. الرقم اللي فوق نسميه A والرقم اللي تحت نسميه زد، يبقى الرقم اللي فوق A الرقم اللي تحت زد.
الرقم اللي فوق عشان فوق يبقى A وعشان تحت يبقى Z. الرقم اللي فوق A ده بنسميه الماس نمبر، الماس نمبر. الرقم اللي تحت اللي هو Z نسميه الاتوميك نمبر. طب ايه هو الماس نمبر وايه هو الاتوميك نمبر وايه علاقتهم بالاتوم؟ الماس نمبر اللي هو بيكون على اي عنصر من فوق بيكون عبارة عن عدد البروتونز زائد عدد النيوترونز، عشان كده بنسميه الماس نمبر، عشان هو كتلة الاتوم، لان معظم كتلة الاتوم بتكون جوه النواة، ومن البروتون والنيوترونز دول فين؟ جوه النواة، عشان كده بيكون عليه الماس الكتلي، العدد الكتلي، الكتلة. يبقى تاني عندنا اي عنصر في الدنيا هو عبارة عن عنده رقمين A و Z. A اللي فوق ده الماس نمبر، الماس نمبر ده بيكون ايه؟ عدد البروتون بلس عدد النيوترونز اللي هم جوه النيوكليس. طيب يبقى كده اتفضل لنا ايه؟ الزد. الزد ده الاتوميك نمبر، بيكون عدد البروتون، ولو شاطرين يبقى عدد الالكترونز. ليه؟ ان عدد البروتون بيكوال عدد الالكترونز. طيب بما ان عدد البروتون هو عدد الالكترونز، يبقى ايه الفرق بين البروتون والالكترونز بقى؟ اللي شاطر كده يجاوب في سره او يقول تعالي. فرق بين البروتون والالكترون هي التشارج. بروتون بوزيتيف تشارج، الالكترون هي نيجاتيف تشارج، لكن الاثنين ايكوال في النمبر. اللي هم مين برضو؟ يبقى البروتون هو الالكترون في النمبر، هو الاتوميك نمبر اللي هو الزد. يبقى تاني احنا بنتكلم دلوقتي على ان اي عنصر في البريودك تيبل عندي في الجدول الدوري بيكون عنده رقمين، رقم فوق ورقم تحت. الرقم اللي فوق عشان فوق نسميه A، والرقم اللي تحت نسميه Z. الرقم اللي فوق اللي هو A ده ماس نمبر، اللي هو عبارة عن عدد البروتون بلس عدد النيوترون. طيب اوكي، طب العدد اللي تحت اللي هو ايه؟ اللي هو Z. Z ده اللي هو ايه؟ الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر ده هو عبارة عن عدد الالكترون او عدد البروتون. ليه؟ الاثنين زي بعض، الفرق في التشارج. اوكي طيب، عايزين ناخد او مش عايزين ناخد حاجة كده يعني نفتكرها مع بعض. كنا بنسمع دايما حاجه اسمها النظائر، النظائر او الايزوتوبس. ايه النظائر دول؟ النظائر دول حاجات بيكون عندهم نفس بالظبط بالظبط، بيكون عندهم نفس الاتوميك نمبر. يعني ايه الاتوميك نمبر؟ عندهم نفس عدد البروتون، عندهم نفس نمبر الالكترونز، بس مختلفين في النيوترون. طب مش لما يختلفوا في النيوترون يبقى كده الرقم الكبير اللي هو فيه النيوترون هو فين اللي فيه النيوترون؟ الماس ولا الاتوميك؟ الماس. يبقى الماس يختلف. يبقى هي الايزوتوب دي ايه؟ هي elements عندهم نفس الاتوميك ولا الماس نمبر؟ الاتوميك نمبر اللي هو عدد البروتون او عدد الالكترون، بس مختلفين في ايه؟ مختلفين في عدد النيوترون. طب لما يبقوا مختلفين في عدد النيوترون يبقوا مختلفين فين؟ في الماس نمبر. يبقى تاني ايه هم الايزوتوبز؟ الايزوتوبز هم او النظائر هم elements عندهم نفس عدد الالكترونز او البروتونز، سو عندهم نفس عدد الاتوميك نمبر بس ديفرنت في النيوترون. طب هو ايه اللي عنده النيوترون فيه الماس نمبر؟ يبقى مختلفين في الماس نمبر. تعالوا نشوف اكزامبل كده. عندي ده ايه؟ ده ايه ولا زد؟ عندي 2 سي اهو، واحنا عندنا 6 6 13 12. ده بقى زد ولا ايه؟ اللي تحت يبقى زد، اللي تحت يبقى زد. طب زد ده اللي هو ايه؟ ده هو الاتوميك نمبر. ايه الاتوميك نمبر ده؟ بروتون او الكترون. يبقى عدد البروتونز عندي 6 وعدد البروتونز عندي 6 اللي هي البروتونز. طب نبص فوق، انا عندي 13 ده اللي هو ايه؟ بروتون بلس نيوترون. طب اعرف اجيب عدد النيوترون؟ شو عندي البروتون 6 اهو، يبقى 13 ماينس 6 يبقى النيوترون بتيكوال كام؟ 7. احنا جبناها ازاي؟ عندي عدد البروتون هنا عشان عدد الزد ده يكون بروتون والالكترون هو 6. 13 ماينس 6 يديني 7 اللي هو النيوترون. طب نركز هنا في نفس الكلام، انا عندي عدد البروتون ب 6، طب مش ده بروتون بلس نيوترون؟ طب يبقى 12 ناقص البروتون يديني نيوترون، تبقى بتيكوال 6. يبقى عدد النيوترون لو ركزنا النيوترون هنا مختلف اهي، مره 7 ومره 6، اذا هم مختلفين. يبقى الايزوتوبس تاني هي اليمنتس عندها نفس ايه؟ عندها نفس الاتوميك نمبر اللي هو نفس البروتونز ونفس الالكترونز، وعندهم ايه اللي مختلف؟ النيوترون. طب النيوترون موجوده فين؟ في الماس نمبر. طب هو الماس نمبر ده اللي هو الايه؟ الاي مش الزد. يبقى تاني نعيد اللي احنا قلناه. بنتكلم هو احنا ليه بنتكلم على اتوميك ستراكشر كده؟ نفتكر احنا عشان نفهم ليه الكربون مختلف لازم نرجع للاتوم بتاعته، فاحنا دلوقتي بنتكلم على البيزكس بتاعت الاتوم عشان ندخل بعد كده في الاتوم بتاعت الكربون ونعرف هي ليه مميزه. ايه بقى الاتوميك ستراكشر؟ كنا قلنا ان احنا عندنا النيوكليس جواها بوستيف تشارج. ليه؟ عشان عندها بروتون والبروتون. احنا
احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى، ها احنا عرفنا النيوكليس وجواها بروتون وجواها نيوترون وعرفنا كل الكلام ده. ها بقى بالنسبه للالكترونز بتاعتنا الحلوه دي اللي موجوده بره في الزحمه دي، ايه الزحمه دي؟ هي إيه موجوده فين؟ احنا عارفين ان هي بتبقى موجوده جوه مدارات، عايزين بقى جوه المدارات دي عايزين نكون بنعرف هي بتتحرك فين وطاقتها ايه؟ يعني مكانها ايه وطاقتها ايه؟ فطلعوا علماء كتير وقعدوا يفكروا كتير ونسبوا ميكانيكا الكم لمكانها وطاقتها. بس احنا اكتشفنا ان ميكانيكا الكم دي ما تنفعش. ميكانيكا الكم دي حاجه بتوصف الطاقه والمكان اللي ليها علاقه بالويفز او الموجات على اساس ان الالكترون موجه. بس احنا ما عرفناش نحدد ده ليه؟ طلع لنا عالم اسمه هايزنبرج حط لنا قانون اسمه الريبه او الشك. القانون بتاع هايزنبرج اللي اسمه الريبه او الشك. يعني ايه الشك؟ يعني ايه الشك؟ يعني انا شاكك ليه؟ هو قال لك انا صدقني ما اقدرش احدد الاثنين مع بعض. علميا ما بيتطبقش. انا لو عرفت احدد طاقه الالكترون كويس قوي 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 المكان بتاعه هيبقى عندي شك فيه ومش هيبقى صح. يبقى دايما لو عرفت احدد حاجه ما اعرفش احدد الثانيه. عرفت احدد مكان الالكترون مش هعرف احدد طاقته قوي. تمام. طب ها الحل ايه؟ راح قال لنا خلاص هي الالكترونز دي بتدور في مكان جوه المدارات في حاجه اسمها سحابه الكترونيه جوه المدارات، وتكون بنسميها يعني ممكن نسميها مدارات فرعيه. نسميها ايه؟ فيهم اربع انواع اس وبي ودي واف، وجواهم في حاجه بقى اسمها اوربيتالات، هي دي اللي الالكترون بتحب تكون موجوده فيها. يبقى قال لنا ايه؟ قال لنا ان انا مش هعرف حسب ميكانيكا الكم دي انسب الالكترونز ليها، ما بعرفش احدد الاثنين الطاقه والمكان. فعشان كده عرفنا ان الالكترونز بتحب تكون موجود في مكان اسمه اوربيتال، وفي منه اربع انواع اس بي دي اف. اس وبي ودي واف كنا عارفينهم من ثانويه عامه. احنا خلينا عارفينه كنا عارفين ده برضو ان الاوربيتالز دايما بتشيل الكترونين فقط، كل اوربيتال يشيل اثنين. طب لما اقول لكم ان اس ده في اوربيتال واحد يبقى في كام الكترون؟ اثنين. طب لما اقول لكم ان بي ده في ثلاث اوربيتالات واحد اثنين ثلاثة يبقى في كام الكترون؟ ستة. طب لما اقول لكم ان دي ده في خمس اوربيتالات يبقى في كام الكترون؟ خمسة في اثنين يبقى 10. بقول لكم ان اف ده في سبع اوربيتال يبقى في كام الكترون؟ 7 في 2 ب 14. يبقى تاني كل اوربيتال يشيل 2 الكترون. هيبقى على حسب الاوربيتالات نعرف عدد الالكترونات. اس اوربيتال 1 يبقى 1 في 2 يبقى 2. طب دي 3 اوربيتالات يبقى 3 في 2 ب 6. طيب 5 اللي هم مين اللي هم دي؟ دي 5 اوربيتالز يبقى 5 في 2 ب 10. اف هو كام؟ 7 في 2 ب 14. ايه اللي يهمني بقى في الاورجانيك كيمستري؟ انا يهمني قوي 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 اوربيتال اس وبي. اس وبي اس ده بيكون شكله سفيريكال يعني مدور كده شويه، والنيوكليس بتاعته بتبقى في النص. طب بي بيكون دامبل شيب الشكل ده، وفي الميدل في النيوكليس بتاعته. يبقى تاني انا يهمني الاس والبي، والاس ده بيكون سفيريكال مدور كده والنيوكليس في النص، والبي ده دامبل شيب ويهمني فيه ان النيوكليس بتاعته بقى في النص برضه في الميدل. يبقى اللي يهمني الاس والبي. بقى حاجه مهمه جدا ريليتد للكلام اللي فات، ايه هو بقى؟ الالكترون كونفيجريشن اللي هو ايه؟ ترتيب الالكترونات بقى، هنرتب الالكترونات في المدارات دي ازاي؟ كلنا عارفين من ثانوي ان اهي النيوكليس اهي ودي المدارات اللي فيها الالكترونات، فين اول واحد ده اللي هو كي ال ان ما اعرفش ايه والحاجات اللي كنا بنعملها دي؟ فين ان المدار الاول ده كان بيبقى فيه الكترونين؟ المدار الثاني فيه 8، المدار الثالث فيه 18، احنا عارفين ده. عايزين بقى نشوف الاوربيتالات جواها ماشيه ازاي. اول مدار ده فيه الكترونين، فيبقى ياخد اي اوربيتال؟ اي واحد اللي هو اس، مش اس ده اللي كان فيه 2؟ فعشان كمان نخلي اس ده مختلف عن اي اس ثاني بنديه رقم المدار الرئيسي، مش هو اس نقول عليه واحد اس. طيب ادي كده واحد اس، واحد اس بقى فيه الكترونين يبقى احنا خلصنا المدار ده، مش هو 2 ودي 2. طيب المدار الثاني فيه 8، فبيبقى 8 ده يبقى ايه؟ ناخد اس، مش اس بيشيل 2 في 2، فاضل 6 نحطهم في اللي بعد الاس بي، وبي بيشيل 6، ادي كده 2 و6 8. طب عايزين نميز دول، هيبقى ده زي ده؟ لا مش ده المدار الثاني، يبقى تكون 2 اس و2 بي. طيب وهكذا المدار الثالث فيه 18، يبقى ناخد اس ادي 2 اتفضل 16، ناخد بي ادي 6 2 و6 8 اتفضل 10، ادي دي في 10 ادي 18 2 و6 و10 18.
عشان نخليهم بتوع المدار ده يبقى 3s 3d 3d. يبقى لو ركزنا الموضوع بيتقسم ازاي، انا عندي المدار الاول الثاني الثالث، الاول ده بيبقى فيه الكترونين بيبقى فيه s 1s، ثاني واحد ده فيه 2 يبقى فيه 2s اللي شايل 2 وفي 2b اللي شايل 6 فيبقى 2 و6 8، وال18 ده يبقى فيه عشان هو الثالث يبقى 3s في 2 3b في 6 و 3 دي في 10 2 و 8 6 و 10 18 كده تمام. دي كده توزيعات الالكترونات المظبوطه. طب برضو نيجي نوزعها ازاي، يعني الترتيب بتاعنا ايه؟ كان عندنا اول القوانين بتاعتنا حاجه اسمها هي مبدا البناء التصاعدي. البناء التصاعدي ده هو increasing في الانرجي، يعني ايه؟ يعني ابدا، يعني ابدا بالترتيب زي ما احنا مشينا كده، ابدا ابدا الحاجات الصغيره يعني من المدار الاصغر في الطاقه للايه؟ الاعلى، ده اقل مدار في الطاقه، ونمشي هكذا بالترتيب زي ما مشينا. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا انا قلت لك دلوقتي سي 6 تعرف توزع الالكترونات بتاعتها؟ نبدا اول مدار اللي هو ايه؟ اس في ايه؟ في 1 إيه؟ اللي هو المدار الاول في كم كم اوربيتال اس؟ يبقى نحط 1 اس 2 وبعدين ندخل على ده يبقى 2 اس 2 يبقى ندخل على اللي بعد 2 اس ندخل على 2 بي يبقى 2 بي 2. لو ركزنا 2 و2 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 6 8 البناء التصاعدي يعني مشينا بالترتيب من الاقل في الطاقه للاعلى، عمالين نتنقل زي ما احنا عملنا. واحد تاني ناخد اكزامبل تاني مثلا سي 7 هنمشي بالترتيب، نبدا من الاول 1 1 ده في اس يبقى 1 اس 2 خلاص ما فيش حاجه تاني، ندخل على 2 2 اس 2 2 بي بي ده بيشيل 6 الكترونات ياخد 3 ادي كده 2 2 4 3 7 كده خلصنا ده البناء التصاعدي. طب تاني حاجه تاني قانون بيقول ايه؟ يبقى اول قانون اللي هو ايه؟ اللي هو البناء التصاعدي، البناء التصاعدي. طب تاني اللي هو بينص ان احنا نملى الالكترونات على حسب الانكريزنج انرجي بتاعت الشل، يعني نمشي بالترتيب على حسب ايه؟ الطاقه. طيب وبعد كده تاني رول بيقول لنا ايه؟ تاني رول اسمه هوند رول. ايه هوند رول دي؟ هوند رول دي لها علاقه بالاوربيتالات، مش احنا قلنا كل ده نيجي نقسمه لاوربيتالات؟ يعني الاس ده لو عايزين الاس ده في اوربيتال واحد يبقى نعمله كده، الاس برضه الاوربيتال واحد يبقى نعمله كده، البي ثلاث اوربيتالات فنعمله كده شكل الاوربيتال عامل زي ما هو بيقول لنا ايه؟ لما نيجي نرمي الاوربيتالات نملاها فراغه بعد كده نجوزها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا انا عندي بي اهو وبي ده انا عايز احط فيه خمس الكترونات، امشي ازاي؟ هو بيشيل سته امشي كده غلط، امشي فراغه اولا. يعني ايه امشي فراغه؟ نمشي ادي واحد اثنين ثلاثه وبعد كده لما تخلص جوز ادي اثنين اهو، ده كده الصح اللي احنا عملناه في الاول ده. ده قاعده هوند. ايه هوند دي؟ امشي فراغه اولا في الاوربيتالات وبعد كده جوز. طيب بعد كده اخر قانون من قوانين توزيع الالكترونات دي قانون اسمه الاكسكلوجن لبولي. ايه الاكسكلوجن ده؟ مبدا الاستبعاد لبولي. يعني ايه ماله ده؟ ايه الاكسكلوجن بتاع بولي ده؟ يعني ايه؟ موضوع عبيط قوي. يقول لك اوعى لما تيجي تحط الكترونين تحطهم زي يعني في نفس الاتجاه، دايما واحد اب اند داون اب اند داون اب اند فوق وتحت فوق وتحت. ليه؟ عشان الريبالشن، عشان ما يحصلش تنافر، واحد فوق واحد تحت هما ما يلفوش مع بعض. يبقى الاكسكلوجن لبولي يقول لك دايما يا باشا لما تيجي تحط الالكترونات جوه الاوربيتال بنحطهم اب اند داون اب اند داون اب اند داون، يعني واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت عشان ايه؟ الريبالشن. يبقى تاني ايه هو توزيع الالكترونات؟ اوزع الالكترونات ازاي؟ بوزع الالكترونات على حسب ثلاث قواعد. اول حاجه اسمها المبدا البناء التصاعدي، بيقول لي ايه ده؟ بنمشي بالترتيب يعني من الترتيب من الصغير للكبير في الطاقه. يبقى نبدا 1s2 اهو، يعني 1s 2s 2b خلاص خلصنا، يبقى 3s 3b بعدين 4s وهكذا. تمام، نمشي بالترتيب ده مبدا البناء التصاعدي ونوزع زي ما احنا عارفين. طيب بعدين مبدا هوند. ما الهوند ده؟ اللي لما نيجي نرمي الاوربيتالات نرميها ايه؟ فراغ اولا. اوعى تيجي تحط الاوربيتال وهم كذا واحد كده تروح عاملني كده، ده غلط. نبدا الاول فراغ، ادي واحد اثنين ثلاثه وبعدين بقى نجوز، هو ده اللي قصدي بيه هوند. تالت حاجه مبدا الاستبعاد لبولي. ايه قال بولي ده؟ كلامه عبيط. يعني ايه الاكسكلوجن بتاع بولي ده؟ قال لك دايما بيبقى الايه؟ الحركه بتاعت الالكترونز الدوران بتاعه واحد اب
داون ليه؟ عشان ما ينفعش يدوروا في نفس الاتجاه يحصل ريبالشن، الاثنين نيجاتيف تشارج فيحصل ترانسفور ما بينهم. تمام؟ تعالوا بقى ناخد اكزامبلز على الكلام ده، اكزامبلز على الكلام ده. احنا دلوقتي هناخد اكزامبلز سريعه كده على توزيع الالكترونات، ازاي بقى نوزعها بالاوربيتالات بتاعتنا والمدارات الفرعيه. ماشي، احنا قلنا عندنا هنا الكربون 6 6، يعني ايه؟ هنبدا بقى اول حاجه 1، هو 1 ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى 1 اس بس. طب الاس بيشيل كام الكترون؟ الاثنين. ندخل على ثاني مدار، ثاني مدار ده هو ايه؟ فيه 8، يبقى 2 اس بيشيل 2، فيه 2 بي بيشيل 6. طب ركزوا كده، اثنين خلاص. طب انا ما حطيتش، انا بحط الرقم على قد اللي هنا، مش بحط السته كلهم، على حسب ما يشغل. طب نيجي نوزعها مع بعض هون، يعني نوزعها بالاوربيتالات عشان نبقى مفاهمين اكتر. 1 اس ده فيه كام اوربيتال؟ فيه واحد، يبقى نعمله بشكل مربع كده. هو فيه الكترونين، يبقى نعمل ايه؟ الاستبعاد اللي هو كده وكده عكس بعض. طب 2 اس برضو، بس نكتب عنده 1 عشان هو الفرق ما بينه وبين اللي جنبه. برضه نفس الكلام، اوربيتال واحد وفيه الكترونين، نفس الكلام اهو. طب عنده 2. طب بي بقى لا، ده بيبقى 6 الكترونات في 3 اوربيتالات، 3 اوربيتالات اهو. في 2، اوعوا تنسوا بقى الاستبعاد. مبدا الاستبعاد مبدا هوند اللي هو ايه؟ نمشي فرضه الاول 1 2. كان في ناس غلط تعمل 2 مع بعض، ده كان هيبقى غلط. والبي ده احنا عندنا 3 اوربيتالات، واحد بنسميه بي اكس بي واي بي زد. طب نطبق الكلام ده برضو هنا، او 8 هتبقى 1، نبدا ب 1 في اس بس، 1 اس 2، بعدين ندخل في 2 في اس 2، وفي 2 بي كام؟ 6. طب فضل لي كام؟ 4، يبقى نحط 4 بس. تعالوا نوزعهم هوند، اس ده في كام الكترون؟ في كام اوربيتال؟ واحد، يبقى في كام الكترون؟ 1 2 عكس بعض. اس اوربيتال واحد، كام الكترون؟ 2 اهو. بي 3 اوربيتالات، 1 2 3، بي اكس بي واي بي زد. نوزع فرادة اولا، يعني 1 2 3، الرابع بقى اللي نحطه، وده مبدا هوند اللي نمشي فرادة. طيب نوزع اللي بعدها وهكذا. ان 7، يبقى اول حاجه 1 ده فيه ايه؟ اس بس، يبقى ياخد 2، 1 اس 2. طب اتفضل كمل 7 5، ندخل على 2، 2 فيها اس فيها 2 برضه. اتفضل معايا 3، ندخل على 2 بي، 2 بي فيه كام؟ في 6. طب اتفضل لي كام هنا؟ 4، يبقى اتفضل 3، بنحط 3. نوزعهم، اس ده فيه كام اوربيتال؟ اوربيتال واحد، كام الكترون؟ ادي 2. اوربيتال واحد، كام اوربيتال؟ كام الكترون؟ 2. بي 3 اوربيتالات، نملى فراده اولا، يعني دي 1 2 3 خلاص. ده نسميه بي اكس بي واي بي زد. ندخل نفس الكلام هنا، اف 9، نبدا بمين؟ 1، 1 ايه فيها اس بس، 2 الكترونز. فضل لي 7، ندخل في 2، 2 اس فيها كام؟ 2 برضو. ندخل على اللي بعده، ده مبدا التصاعد، البدايه التصاعدي بيمشي بالتدريج اهو. بي فيها كام؟ ادي 4، فاضل لي كام؟ 5، وده بيشيل 6، يبقى ياخد الخمس اهو. نرتب، ادي 1 فيها كام اوربيتال؟ 1، كام الكترون؟ 2. اس دي نفس الكلام، اوربيتال في الكترونين، ده 3 اوربيتالات بس شايل 5 فراده اولا اهو. بعدين نمشي بقى نجوز هنا كده، 4 ادي 5. تمام كده، دي اكزامبلز على الالكترون كونفجريشن، اللي هو مين؟ اللي هو توزيع الالكترونات عموما، والاوربيتال بتاعتنا بنتعامل معاها ازاي، سواء الشانس سواء الاوربيتال بتاعتنا الاس والبي والدي. احنا هنكمل باقي كلامنا، كنا من شويه اتكلمنا عن توزيع الالكترونات، دلوقتي هنكمل حاجه ليها علاقه بتوزيع الالكترونات، هنكمل حاجه اسمها الكيميكال بوند، اللي هي الرابطه. انا ليه هعمل رابطه؟ ليه هعمل بوند؟ ليه الاتوم ما تقعدش لوحدها وتروح تمسك في اتوم ثانيه؟ ليه بيحصل ده؟ خلينا نفهم ان واي عشان استابيليتي، وهنفهم يعني ايه؟ يعني هنفهم ليه يعني حقق استابيليتي ازاي لما اروح امسك في واحد تاني واعمل معاه بوند ازاي؟ قالوا لنا ان في حاجه اسمها اوكتيت رول، اوكتيت رول، اوكتيت رول دي اسمها قاعده الثمانيات، اوكتيت رول او الثمانيات، اوكتيت رول او الثمانيات. مالها الاوكتيت رول دي؟ مالها الاوكتيت رول دي؟ وايه علاقتها بالاستابيليتي؟ قالوا لنا عشان يبقى اي اتوم عندك مستقره في الدنيا لازم في المدار الاخير بتاعها تكون متحوطه بثمان الكترونات. لو المدار الاخير ليها
في 8 الكترونات اذا هي ستيبل. طب مش فاهمه ايه علاقه ده برضه بالكيميكال بوند. طب ناخد الاكزامبل ده عشان نفهم. عندي حاجه مثلا زي الاف 9 مثلا، نيجي نوزع زي ما عرفنا من شويه، هنوزع نبدا بالاف صادي 1 اس 2 2 اس 2 دول 4 فاضل لسه 5 يبقى 2 بي 5. انا عايز اعرف بقى اطبق الاوكتيت رول على الكلام ده. هي الاوكتيت رول قالت لي ايه؟ يبقى عندي المدار الاخير فيه 8 الكترونات عشان الاتوم تبقى ستيبل. فين المدار الاخير؟ خلي بالكوا بقى احنا بنتكلم على المدار الاخير الرئيسي. طب المدار الاخير الرئيسي ده اللي هو ايه؟ مش هنعمل المدارات اللي هو الاول والثاني والثالث وهكذا. يبقى نشوف اخر مدار رقمه كام ونشوف هو فيه 8 الكترونات ولا لا. طب نطبق هنا الاف 9 دي عندها مدار واحد وعندها مدار اثنين، ماليش دعوه بالاس بالبي والاس والبي لان دي مدارات فرعيه، انا عايز المدار الرئيسي الاخير، عايزه واحد واثنين وهكذا. اخر مدار هنا فين؟ عندي واحد وعندي اثنين. عندي بعده حاجه؟ لا، يبقى ده المدار الاخير، المدار الثاني. نشوف كده في كام الكترونات؟ اللي هو ايه؟ في اثنين وفي خمسة. اثنين وخمسة يبقوا كام؟ 7 الكترونات. طب انا كده طبقت الاوكتيت رول، ما عنديش اوكتيت رول، انا كده حواليا 7 مش 8 الكترونات، يبقى انا ناقصني الكترون، فعشان كده تروح الذرة دي عاملة ربط عشان تاخد الالكترون ده. يبقى دايما دايما هدف البوندز ان انا اعمل بوند مع حد ان انا احقق الاستابيليتي. طب ايه احقق الاستابيليتي ازاي بقى؟ ما هو قالوا لنا العلماء بتوعنا قالوا لنا في حاجه اسمها اوكتيت رول. اوكتيت رول يعني 8 الكترونات فين؟ المدار الاخير للاتوم لازم يكون فيه 8 الكترونات. لو فيه يبقى هي ستيبل، لو فيه ما بقاش ستيبل. طب انا اعمل بوند ايه؟ هعمل ايه؟ لو انا بقى ناقصني، لو انا ناقصني الكترون اروح اخده من واحد، لو انا عندي زياده الكترون اروح اديه لواحد لما اعمل معاه بوند. لو انا احنا الاثنين ناقصنا ما نشيل الالكترونات دي مع بعض فنكسب ستابيليتي. المهم ان احنا نحقق ان احنا نبقى 8. تمام؟ يبقى تاني ايه هدف الكيميكال بوند؟ ان انا احقق الاستابيليتي. احققها ازاي؟ عندي حاجه اسمها اوكتيت رول بتقول لي المدار الاخير للاتوم لو حواليه 8 الكترونات يبقى هي ستيبل. طب انا عندي معظم الاتومز كلها غالبا مش بيبقى حواليها 8 الكترونات، فبتعمل ايه؟ تعمل بقى الكيميكال بوند عشان توصل لان يكون حواليها 8 الكترونات. طيب بعيدا عن الدوشه دي بقى، انا كان عندي كام نوع من الانترا اتوميك بوند؟ خدنا ده في ثانويه عامه. عندي الكوفيلنت بوند وعندي الايونيك بوند. كان دول نوعين البوندز. يعني انا هعمل الرابطه ازاي؟ عندي طريقتين، لايونيك بوند او كوفيلنت بوند. واللي هيهمني في الاورجانيك كيمستري هي الكوفيلنت، بس احنا هنتكلم على الاثنين. ايه ايونيك بوند دي؟ من اسمها او الرابطه الايونيه اللي هي ايه؟ اللي هي بتكون اثنين ايونات. يعني ايه مش فاهمه؟ خلينا فاهمين ان الفرق ما بينهم. الايونيك بوند هنا بيحصل ترانسفير اوف الكترون. يعني ايه ترانسفير؟ يعني الالكترونات هتتنقل من مكانها. يعني انا هديك الالكترون مش عايزه، او انا هاخد منك الالكترون ليا لوحدي تمام ومش هشاركك بيه. اديك الكترون او اخد منك الكترون، ده ترانسفير اوف الكترونز. تمام؟ طب ايه الكوفيلنت؟ عشان نعرف الفرق ما بينهم وبعد كده نشرح واحده واحده. الكوفيلنت دي لا، هنشيل الالكترونات. لو انت ناقصك واحد وانا ناقص واحد، مش انت معاك واحد وانا واحد معرفش ايه، وعلى بعض اثنين نشيلهم مع بعض. ما بدكش الالكترون بتاعي وانت ما تدينيش الالكترون بتاعك، ما بيحصلش كده، ما بيحصلش ترانسفير، بنشير الالكترونز. يبقى تاني لو قلت لك مين اللي الاختلاف ما بين الايونيك بوند والكوفيلنت بوند؟ ايونيك ترانسفير اوف الكترون، خد مش عايزه، مش عايزه خالص، وواحد تاني اكسبت الكترون جديد مش بتاعه. لكن التاني شيرنج، انت معاك وانت يعني انت ناقص واحد وانا ناقص واحد، ولو حطينا بتوعنا على بعض يبقوا اثنين الموضوع تمام، خلاص يلا نشير الكترونز. تمام؟ يبقى هنا ترانسفير وهنا شير. في الايونيك بوند دايما كان عندي بيبقى واحد ناقصه الكترون، ناقصه ده بنحط عليه بوستيف اللي هو ايون موجب يعني، وواحد بيبقى عنده الكترون زياده زي الكلور. بيحصل ايه؟ ده عنده واحد زياده وده ناقص واحد، الاثنين مش لابسين في بعض، اللي عنده الزياده ده يروح مديهوله ويبقى ده كده تمام بقى، تمام الزياده اللي راح عنه يبقى تمام مش عايزه، وده يبقى خلاص تمام بقى اللي ناقصه جاله، فخلاص زي الانيسيال ان انا يكون عندي واحد عنده الكترون زياده وواحد تاني عنده الكترون ناقص، لما نمسك في بعض اللي عنده زياده يدي الناقص ده ويبقى ده تمام وده تمام، وكده الاثنين دول حوالين 8، ده حوالين 8 انا ستيبل. تمام؟ طب ايه بقى الكوفيلنت؟ وهي دي موضوعها. يبقى الايونيك عارفين ان هو ايه؟ ترانسفير اوف الكترون. واحد بي ايه؟ بي اكسبت الكترون اللي هو زي ان ايه هنا مثلا في الاكزامبل ده، ما
واحد بيدونيت الالكترون، عنده واحد زينا وهيديهولي. طيب ومش مهم ده قوي يعني مش موضوع دراستنا في الاورجانيك، يعني تيجي الاورجانيك في الاناليتيكال بقى وكده. طيب الكوفيلنت بقى هي دي بقى موضوع دراستنا. خلينا عارفين ان الكوفيلنت دي يعني ايه؟ قلنا من شويه يعني شيرنج الكترونز، شيرنج الكترونز. طيب اوكي ماشي، وبعدين ها هشير ازاي بقى؟ لما يكون عندي تو اتومز والاتومز دول كل واحد ناقص واحد مثلا ناقص الكترون، ولما بيبقوا عايزين يشيروا الالكترونز وبيقعدوا يقربوا من بعض يقربوا من بعض لحد ما الاوربيتال بتاعتهم يحصل لها اوفرلاب، فلانهم بقوا حاجه واحده فيتحدوا فيقن الاثنين، هما ذرتين بس لان الاثنين عندهم الالكترونين بتوع بعض، يعني انا هنا عندي واحد وانا هنا عندي واحد، لما قربنا مع بعض هنا بقينا كل واحد عنده اثنين. عارفين زي الدايره دي، الدايره دي فيها الكترون، الدايره دي فيها الكترون، لما يقربوا هما الدايرتين لما يقربوا من بعض يعملوا كده، هما دايرتين بس كل دايره منهم بقى عندها الكترونين، كل دايره بقى عندها الكترونين. هي دي الفكره بالظبط بتاعت شيرنج الكترونز، ان انا وانت انت ناقصك وانا ناقصني، لما نقرب نكمل بعض، بنشير الالكترونز، مفيش واحده هي خدت الالكترونز ليها، دي عندها ودي عندها نفس الاثنين الكترونز. ده بالظبط اللي بيحصل. زي ايه مثلا؟ بصوا الاكزامبل ده، انا عندي اتش اهو عندها الكترون واتش عندها الكترون، اداني اتش 2 يعني ايه؟ اتش الاتش عندها الكترون ال2 الكترونز، حصل شيرنج ازاي؟ انا عندي اوربيتال اهو عشان هو اس على فكره، عشان اس هو اللي بقى فيه الكترون او اثنين، وده اس اللي هو السفريكال في الكترون، في حصل اوفرلاب فبقوا عاملين كده نفس الرسمه بالظبط. فلو بصينا على الدايره دي لوحدها لا هي عندها 2 الكترونز، ولو بصينا على الدايره دي لوحدها عندها 2 الكترونز، بس ما حصلش ايه؟ انتقال الالكترونز، هو حصل شيرنج، وهي دي الكوفيلنت بوند. يبقى تاني ايه الكوفيلنت بوند؟ هي شيرنج الالكترونز. شيرنج يعني ايه؟ يعني الاتومز تقرب مع بعضها فالاوربيتالز يحصل فيها اوفرلابنج، ويبقى كل اتوم وكانها عندها العدد الالكترون اللي كان ناقصها وتلحق اي دي تمام، بس ما حصلش ترانسفير، يعني مش انا اديتك الالكترون خالص ليك لوحده ومش خدت الكترون ليا لوحده، احنا الاثنين عملنا شيرنج كنا مع بعض، الموضوع تمام ماشي. طيب في الكوفيلنت دي انا عندي تو تايبز من الالكترونز، ايه؟ شيرنج الكترونز ونون شيرنج الكترونز. يعني ايه؟ قبل ما نقول الحته دي عايز اتكلم على حاجه، في حاجه اسمها لويس ستراكشر، لويس ستراكشر فور كوفيلنت بوند. ايه ده؟ اللويس ده انا عشان يسهل الدنيا علينا لما يبقى في ذرتين عايزين يشاركوا الكترونات مع بعض، يعني كل 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 الكترون نرمز له بنقطه، يعني مثلا مش الاتش من شويه كان عندها الكترون والاتش دي عندها الكترون مع بعض شاركوا مع بعض الالكترونين دول، يبقى كل واحده شاركت بنقطه اهو، يبقى الالكترون نقطه، وعلى فكره النقطتين يعملوا لي البوند. تمام؟ نشوف الكلام ده اكتر في الموضوع اللي جاي، في الكلام اللي جاي. ايه بقى النون شيرنج دي؟ عايزين نبص على حاجه مثلا زي النيتروجين. النيتروجين ده نوزعه مع بعض، النيتروجين 7 نوزعه مع بعض يبقى ايه؟ 1s2 2s2 كده 4 فاضل 3، يبقى ندخل على بعض 2b نحط ال 3. احنا عايزين اخر مدار، احنا بنشوف بنحط الالكترونات اللي في اخر مدار ونشوف هي مكمله 8 ولا لا. مين اخر مدار؟ انا عندي واحد وعندي اثنين، يبقى اخر مدار بتاعي هو اثنين. اثنين فيه كام الكترون؟ ادي واحد اثنين ادي كده خمسه. خمسه يبقى ناقص له كام؟ يبقى ناقص له 8 الكترونات. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ نروح نجيب له حاجات ثانيه تمسك فيه او يعمل رابطه مع ناس ثانيه يمسكوا فيه، يدي له الثمان يعني يدي له الثلاث الكترونات دول او مش يديهم له، مش صح، يشيلوا معاه الالكترونات دي ازاي؟ نرسمها مع بعض تاني عشان نشوفها ماشيه ازاي. ال N بتاعي اهو طلع عنده كام الكترونات تكافؤ، يعني اللي في المدار الاخير اللي عايزين نكملهم خمسه، نعمل ادي اهو واحد اثنين ادي ثلاثه اهو ادي الخمسه. طيب احنا فاضل له كام؟ فاضل له ثلاثه، ادي كده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فاضل له ثلاثه عشان يبقى ثمانيه. فلما يمسك في اتش من هنا الاتش دي تدي له نقطه، الاتش دي بتاعتها النقطه دي، ويمسك في اتش من هنا والاتش دي تبقى عندها تدي له نقطه، تمسك في اتش من هنا وتدي له نقطه. لو بصينا كده على الان اللي هي ايه؟ 2 4 6 8، ولو بصينا على الاتش كل على فكره عشان نبقى عارفين الاوكتيت رول دي بتتطبق على كل العناصر يكون حواليها 8 ما عدا الاتش يكون حواليها 2، لو حواليها 2 يبقى تمام. بص على الاتش كده بدل ما كان عندها واحد بقى عندها 2 بقى عندها 2 بقى عندها 2، نبص على الايه؟ الان حواليها 8، بس لو ركزتوا ادي اتش عندها 2 واتش عندها 2 واتش عندها 2، الاثنين اللي فوق اللي عند الان دول مش ماسكين في حد،
دول بقى بنسميهم ايه؟ نون شيرنج الكترونز. يعني ايه؟ هي الكترونز او بنسميهم لون بير، هي الكترونز ما بتدخلش في رابطه. يبقى يعني عندي عنصر داخل في رابطه مع كذا حد بس عنده الكترونز مش داخل في رابطه، بيبقى تو الكترونز مش داخلين في رابطه، بنسميهم نون شيرنج الكترونز او اللون بير. يبقى نراجع كل الكلام كده تاني. انا بعمل دلوقتي كيميكال بوند، اعمل كيميكال بوند ليه يا دكتور؟ عشان استابيليتي. طب يعني ايه برضه يعني ايه اعمل كيميكال بوند عشان استابيليتي؟ يعني مش فاهم. ما هو اصل قالوا لنا ان في حاجه اسمها اوكتيت رول، عشان البوند عشان الاتم بتاعتي تكون ستيبل لازم اخر مدار، اخر مدار يعني مثلا لو واحد هنا يبقى الاثنين دول اهو اخر مدار رئيسي حوالي 8 الكترونات. طب ولو مش حوالي 8 الكترونات ما يبقاش ستيبل. طب ما هنعمل ايه بقى؟ نعمل البوند. ما لما انا امسك في بوند امسك في واحد تاني يديني الكترون او اشيل معاه الكترون كده بقى حوالي 8. يبقى انا بعمل كيميكال بوند عشان استابيليتي. اه انا كده فهمت، بعمل كيميكال بوند ليه؟ عشان استابيليتي. ليه؟ عشان في حاجه اسمها اوكتيت رول قالت لي ان انا لما يكون حواليا 8 الكترونات في المدار الاخير او بنسميها الكترونات التكافؤ يبقى انا كده ستيبل. طيب البوندز بقى عندي كام نوع؟ ايونيك وكوفالنت. ايه ايونيك دي؟ الفرق ما بينهم ايونيك ترانسفير اوف الكترون، يعني واحد ايه بيأكسبت الكترون ليه، ياخد الكترون ليه لنفسه تمام، واحد تاني يمشي الكترون يطرده دونيت الكترون، ترانسفير اوف الكترون كامل تمام. زي مثلا ال NaCl الصوديوم ده ناقصه الكترون، Cl ده عنده الكترون زياده، ده يروح يدي ده، فده كده مشى الكترون من عنده ده اكتسب الكترون بقى كده الدنيا تمام. طيب او بقى كل واحد عنده 8 في المدار الاخير ده الدنيا تمام، ده كده الايونيك. طب ايه بقى الكوفالنت؟ ايه الفرق؟ ده بيشير الكترون، انا مش هديك الكترون ليك خالص ولا انا هاخد الكترون ليا خالص، احنا هنشير الكترونز مع بعض. زي ما قلنا المثال ده، لو في الكترون في الدايره دي والكترون في الدايره دي يحصل ايه؟ تداخل. لو انا بصيت على الدايره دي لوحدها بقى عندها 2، بصيت على دي لوحدها هي عندها 2، يحصل تداخل، الاتومز تقرب من بعضها، يحصل اوفرلاب يعني تداخل بين الايه؟ الاوربيتالز اللي جوه الاتوم تمام، فيحصل ايه؟ يبان عند كل واحد لانه عنده 2 الكترونز او عنده الكترونات اللي ناقصاها فبقى كده تمام، بس بالشيرنج انا ما فقدتش ما حصلش ترانسفير. اوكي طيب قلنا بقى لما بنعمل الكوفالنت بوند دول، الكوفالنت بوند دي عندي نوعين من الالكترونز، شيرنج او نون شيرنج. ايه شيرنج دي؟ شيرنج هي الالكترونز اللي بتدخل في الرابطه زي دول. طب النون شيرنج اللون بير اللي هي دي، بيكون عندي 2 الكترونز مش داخلين معايا في الدبل بوند، يعني في البوند في الرابطه بتاعتي تمام. يبقى تاني كيميكال بوند ليه؟ عشان استابيليتي. ايه علاقه الاستابيليتي بالكيميكال بوند؟ عندي حاجه اسمها اوكتيت رول، اخر مدار لازم يكون فيه 8 الكترونات، في 8 الكترونات اذا انا ستيبل. طب ما فيش، روح اعمل بوند امسك في حد هات الالكترونز بقيت ستيبل، يبقى الكيميكال بوند هدفها استابيليتي. كيميكال بوند نقسمها ايونيك، ايونيك ترانسفير اوف الكترون، واحد يأكسبت وواحد يدونيت. طب الكوفالنت شيرنج، احنا نقسم مش هنقسم مع بعض، احنا نشير مع بعض. طيب الشيرنج بقى والكوفالنت بوند دي اسمها ليه؟ عندي شيرنج الكترونز، الالكترونز اللي داخله في الرابطه، نون شيرنج او اللي هي لون بير، الكترونز مش بتعمل الرابطه. جه الوقت اللي نقول كل اللي احنا بنقوله ده ايه علاقته بقى بالكربون؟ لو فاكرين بالكربون وانها مميزه، فطلع لنا حاجه اسمها اورجانيك كيمستري. انا عارفه ان انتوا عاملين ماشيين رحله كده مش فاهمين هي رايحه فين، بس عشان نفهم في الاخر ان كل ده احنا لازم نفهم الكلام ده كله عشان نوصل للمرحله دي نفهم ليه الكربون بقى مميز. الاول خلينا عارفين ان في حاجه اسمها في عالم اسمه كيكولي وكيوبر، وكيكولي ده هو اصلا يعني اكتر واحد يعني ليه انتصارات او انجازات يعني في الاورجانيك. شويه كده لما تاخد اورجانيك كيمستري قدام مثلا لما تاخد البنزين تعرفوا ان هو اللي اكتشف شكل البنزين وهكذا. المهم يعني كيكولي وكيوبر دول هم قالوا ان الكربونه بتاعتنا بتعمل 4 بوندز، هم قالوا كده ومش عارفين ليه، هنعرف احنا بقى دلوقتي. قبل ما نقول الكلام ده عايز اعرف بس حاجه، احنا كلنا بنتكلم في البوندز عشان ندخل على الكربون، كلنا بنتكلم على البوند من شويه. عندنا حاجه اسمها بوند انرجي وبوند لينس. البوند انرجي دي بتختلف، لو انا كونت بوند فورميشن بيحصل ان انا بريليز انرجي، يعني بطلع طاقه، فورميشن البوند ده يطلع طاقه. طيب لو انا كسرت بروك، لو انا عندي بوند وكسرتها ده يابزورب طاقه. يبقى تاني انا هقولها بشكل اوسع بس عشان بس تبقى البورد كلها ملمومه، همسح ده تاني. انا عندي البوند انرجي بيبقى عندي طاقه، تكوين الطاقه او كسرها
تكوين اسفل الرابطه او كسرها بيبقى معاه طاقه، مسحوب طاقه. لو انا عملت فورميشن اذا هرليز يعني هخرج طاقه. طب لو انا كسرت يعمل ايه؟ يأبزورب طاقه. ده اللي انا عايز اعرفه في البوند انرجي. يبقى انا لو عملت بوند اخرج طاقه، لو كسرت ابزورب طاقه، ريليز وابزورب، اعرف الفرق. لو انا فورميشن ريليز، لو انا بروك ابزورب. طيب تاني حاجه هي البوند لينس. بوند لينس مالها؟ نفس الكلام، نمسح الدنيا، عايز اعرف عنه حالتين. البوند لينس دي يعني الذرتين بتوعي لو قريبين قوي قوي من بعض، كلوز، بس كلوز قوي، تو ماتش كلوز يعني، يبقى عندي مشكله. ليه؟ هما لو كلوز لبعض قوي، النيوكليوس هتقرب لبعض، النيوكليوس دي كان فيها بروتون فاعمل لي ريبالشن فوحشه، فانا مش عايزاهم تو ماتش كلوز. نفس الكلام لو هما تو فار، لو الاتومز اللي هتعمل البوند بعاد قوي عن بعض، كل ما يبقوا تو فار كده تبقى البوند ويك، اعرف اقطعها بسهوله. يبقى لو تو فار تبقى ويك. يبقى تاني انا عندي حاجتين كنت بتكلم عليهم وانا هنا شبطت شويه، امسحها بس عشان نجمعها هنا. لو البوند انرجي، لو عملت بوند، يعني لو عملت بوند، عملت فورميشن اوف بوند يبقى ريليز، لو كسرت بوند يبقى ابزورب. طيب اللينس بقى بتاع البوند دي، عندي تو اتومز، لو اللينس ما بينهم قليل قوي يحصل ريبالشن عشان النيوكليس اللي جوه في كل واحد فيهم بوزيتيف تشارج، فيحصل تنافر، يبعدوا عن بعض عشان هو بوزيتيف وبوزيتيف، اشاره موجبه واشاره موجبه. طيب لو البوند دي الاتومز بعاد قوي عن بعض، طب ما هو كده تبقى الايه؟ الرابطه دي ضعيفه، بس سهل اقطعها. دايما لما يكون في حبل لو شادينه من مسافه بعيده قوي 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 يبقى ضعيف، سهل يتقطع. تمام؟ يبقى تاني احنا قلنا البوند بتاعتنا ليها انرجي، لو عملت بوند فورميشن اوف بوند يريليز الانرجي، يعني يخرج انرجي. لو كسرت بوند بروك بوند يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يابزورب انرجي. طب اللينس، ها ركزوا معايا، اللينس لو الاتومز اللي بتعمل الرابطه دي قريبين قوي قوي هيبعدوا عشان في ريبالشن، هيعمل تنافر، دي حاجه وحشه. طب لو بعاد قوي 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 قوي، طب ما هي رابطه ضعيفه لازمتها ايه؟ ملهاش لازمه. يبقى تاني بوند انرجي لو هي فورميشن يريليز، لو هي بروك يبقى ابزورب. البوند تو فار وحشه، تو فار يعني بعاد، ليه؟ عشان ويك، هتبقى ويك، تبقى ضعيفه. طب لو تو كلوز وحشه، عشان تعمل لي ريبالشن، تعمل لي تنافر. دي كلمتين كده كنا عايزين نقولهم ايه بالنسبه للبوند. برضه نرجع للموضوع، كيكولي وكيوبر قلنا ان الكربون بتاعنا بيعمل اربع بوندز. طيب ماشي، ها وبعدين يعني ها بيعملهم ازاي؟ طب نيجوا كده نشوف بيعملهم ازاي. تيجوا نوزع الكربون ده ونشوف، كربون ده سي 6، تيجوا نوزع هيبقى ايه؟ 1 نفس البناء الاقتصادي، 1 S2 2 S2 ادي كده 2 2 4، ندخل على 2 B يبقى كده 2 4 6. تمام ركزوا معايا عشان نتاكد ان هم اربعه. نتاكد ازاي؟ بيعمل اربعه بونز، يعني ناقص له اربع الكترونات، يعني هعمل ايه؟ هيشارك اربع الكترونات، يعني هعمل كوفيلنت بوند اربعه عشان ناقص له اربع الكترونات. تعالوا نتاكد ان هو ناقص له اربع الكترونات، نتاكد بايه؟ بالاوكتيت رول. نشوف اخر مدار، انا عندي المدار الاول والثاني، عنده ثاني مدارات بعدها لا، يبقى اخر مدار عنده دور ثاني اهو. ناخد الكترونات واثنين اربعه، اثنين اربعه، طب عنده اربعه، عنده اربع الكترونات. طب الاوكتيت رول قالت لي ان هو لازم يبقى كام؟ يبقى 8، 8 ناقص 4 يبقى فعلا فاضل له اربع الكترونات عشان يبقى ستيبل. يبقى الكربون عشان يبقى ستيبل يبقى ناقص له اربع الكترونات، يبقى فعلا هيعمل اربعه بونز، هيعمل اربعه بونز عشان يجيب الاربع الكترونات دول، فاهمين؟ فتلاقوا دايما الكربون عامل كده. ليه؟ عشان يمسك باربع الكترونات، يجيب له الاربع الكترونات، يخلي بدل اربعه 8 في المدار الاخير يبقى ستيبل. طب ماشي، ايه المشكله برضه؟ انا مش فاهمه. تعالوا نوزع دول اكتر بايه؟ نوزعهم بالاوربيتالات. ازاي يعني يا دكتور طالب؟ مش احنا قلنا ان كل ما نمشي كده الطاقه بتزيد increasing، حتى البناء الاقتصادي هنا الطاقه اقل حاجه، هنا بتعلى شويه، هنا بتعلى شويه وكذا. تعالوا بقى نشوف ايه بقى الفكره بقى، وايه الفكره وايه المميز في الكربون، هنشوفه دلوقتي. تعالوا نشوف دي، نعملها اوربيتال. الاس ده الاوربيتال كام اوربيتال؟ واحد.
مسكون مع بعض ومصحصح، كام الكترون؟ اتنين وعكس بعض، عشان مبدا الاكسكلوجن بتاع باوي الاستبعاد يقول لك اوعى تحط الاثنين زي بعض. طيب نيجي تاني، الاس ده كام الكترون؟ اتنين، بس هنعمله يعني بصوا عشان نبين ان هو اعلى في الطاقه شويه بنرسمه فوق شويه تمام، عشان هو اللي بعده. ونعمل نفس الكلام، مبدا الاكسكلوجن بتاع باوي. طيب ال2 بي، البي دي 3 قرب 3، 1 2 وادي الثالث، ماشي وادي الثالث. اوكي في كام الكترون؟ مبدا ايه؟ هوند، وزعوا فراغ، يبقى دي واحد ادي اثنين. طيب خلاص كنا بنسمي ده بي اكس، بي واي، بي زد. طب في بقى مشكله، هو انا مش لما هعمل ضربته الاربع الكترونات الجداد دول بقى هيجوا يمسكوا فين؟ واحد هيجي يمسك هنا، واحد هيجي يمسك هنا، واثنين هيجوا يمسك. الموضوع مش تمام، عارفين مش تمام ليه؟ ما هو عشان انا اعمل رابطه لازم اللي اعمل معاهم رابطه يكونوا نفس، يعني اخد الكترونات من نفس الطاقه. يعني انا فاضل لي يعني ايه من نفس الطاقه؟ برضه مش فاهم. يعني مثلا بصوا السي دي عملت رابطه مع 4 اتش، انا عشان اعرف اروح اعمل رابطه مع الاتش دي، السي تعمل رابطه مع الاتش دي، لازم الاوربيتالات بتاعتنا تكون شبه بعض في الطاقه. يعني ما ينفعش الاتش دي، الاتش بتاعتنا هي اتش واحد، فعندها ايه؟ عندها اس واحد. وحضرتك انت اللي عندك فاضي مين؟ بي. ينفع بي اوفرلاب مع اس؟ لا للاسف لا. ما هو انا عشان اعمل كوفيلنت بوند يبقى هجيب البي بتوع الكربون، بيحصل لهم البي اللي هم عاملين كده اهم، لو فاكرين الدمبل شيب دي بتاعت الكربون، ونجيب الاس بتاعت الاتش اللي هي كانت ايه عامله كده، ويحصل بينهم اوفرلابنج، يقربوا يدخلوا في بعض. للاسف ما ينفعش. ايه ده ما ينفعش؟ يعني الكلام ده غلط؟ يعني الكربون ما بيعملش اربع رابط؟ لا استنى استنى، ما هو ما ينفعش ليه؟ عشان ده الاس ده طاقته قليله عن بي، فما ينفعش اشارك حاجتين طاقتهم مش زي بعض. طب انا مش فاهم يعني ايه الحل برضه؟ قال ان اكتشفوا بعدين ان الكربون ده هو بقى الميزه اللي احنا بنتكلم فيها طول المحاضره. الكربون ده بيعمل حاجه اسمها هايبريدايزيشن. ايه هايبريدايزيشن دي؟ تهجين. ايه التهجين ده برضه؟ التهجين ده يعني لما اجيب حاجه وحاجه اجوزهم لبعض ويطلعوا لي نوع جديد. التهجين ده خدتوه في الاحياء زمان، ان انا اجيب حاجتين مختلفين عن بعض يطلع لي جيل جديد. هي نفس الفكره. الباشا ده كانت مشكلته كلها انه عنده البي ده طاقته عاليه قوي عن الاس ده اللي هو عند الاتش، ما يعرفش يمسك معايا، ما ينفعش يعمل بومب. طب هاهي نعمل ايه بقى؟ عمل تهجين. عمل تهجين ازاي؟ نشوف دلوقتي. احنا عندنا توزيع كان كده. التهجين بتاعه ده عمل ايه بقى؟ الالكت مش دول فيه اثنين، ال 2 اس ده 2 اس فيه اثنين الكترونات. في واحد من هنا سافر وراح لده. فبقى الشكل عامل ازاي؟ وده اللي بيحصل طبيعي في الذره. هو ده اللي مميز في الكربون. بقى عامل كده 1 اس زي ما هي. نطلع شويه عشان نميز ان هي اعلى في الطاقه، بقى ال 2 اس عامل كده. ال 2 بي الثلاث اوربيتال عامل كده. ركزوا كده بقى. بقى عندي 1 2 3 3 الكترونات. طب ثواني، ما هي نفس المشكله، ما هو عندي الكترون اس وعندي 3 الكترونات بي، مش هيعرف يمسكوا مع اتش. استنى استنى، ما هو ما بيعملش كده وبس. يروح بقى الثلاث الكترونات دول مع الالكترون ده، الثلاث اوربيتالات دول مع دول، مش عندي 3 اوربيتالات بي، بي اكس بي واي بي زد والاوربيتال اللي هو 2 اس، يعملوا ايه؟ يحصل بينهم تهجين بطريقه ما. يحصل بينهم تهجين يعني ايه؟ يدخلوا في بعض ويحصل لهم اوفرلاب بتاع الكربون لوحده، لسه ما مسكش في رابطه ولا حاجه. حصل تهجين، عمل تهجين، جوزنا ثلاث اوربيتالات اهو، مش ثلاث اوربيتالات بي، 3 بي وواحد اس. جوزتهم مع بعض، جبت ثلاث، جبت عريس وعروسه، جوزتهم مع بعض عشان يطلع لي اربع اوربيتالات جديده اسمهم كده اس بي 3. ايه اس بي 3 ده؟ يعني انا جوزت واحد اس مع 3 بي، وده النوع الجديد. والاس بي 3 ده بقى قريب في الطاقه من الحاجات اللي راح يمسك معاها. تاني بالراحه بالراحه بالراحه. ده التهجين اللي بيعمله الكربون اللي هو مميز بيه، اللي هو اسمه هايبريدايزيشن. ايه اللي بيحصل؟ الباشا ده لو شفنا التوزيع الطبيعي قبل ما نسافر هنا كان بيبقى فاضل له اربع الكترونات ولا اربعه بي. لو مسك باي حاجه، سوري الفيديو قطع في النص، بس احنا يعني كنت كتبت كل ده بس هنعيده مع بعض تاني. احنا وصلنا لنقطه ايه؟ ان انا عندي حصل ايه بقى؟ زياده في يعني في الكربون بتاعي ده.
ان في 1 من الاس راح تحصل لها سفره وراحت للبي، فبقى عندي هنا 1 وهنا 3 ادي 1 و4. يحصل عندي بقى الجديد والمهم المميز في الكربون، يحصل تهجين، يحصل هايبريدايزيشن، يحصل جواز. يعني ايه؟ اجيب الثلاث الكترونات بتوع بي دول، الثلاث اوربيتالات بتاع بي، واجيب الاوربيتال بتاع الاس واجوزهم لبعض، فيطلع لي اربع. مش انا جوزت ثلاثه مع واحد، عدد اللي داخل قد اللي خارج، ادي 1 2 3 4، يطلع لي اربعه بس جداد اسمهم اس بي 3. طلع لي ثلاث اوربت، اربع اوربتالات جداد بس اس بي 3 مختلفين. يبقى ايه اللي حصل جديد فيه؟ انا كان عندي المختلف في الكربون ان هو لما هيجي يمسك هيمسك بالهيدروجين مثلا، الهيدروجين دي دايما بيمسك بالهيدروجين، الهيدروجين دي اس وهو الالكترونات عنده بي. طب اس وبي مختلفين في الطاقه، مش هيحصل اوفر ليمنج بتوين الايه الاوربتالز دي. طب نعمل ايه؟ عمل هو حركه، بيعمل هو حركه من نفسه مختلفه، وعشان بيعملها فهو مميز، والاورجانيك كيمستري مميزه، وينفع يعمل روابط كتير باشكال كتير عشان بيعمل الحركه دي. ايه هي بقى؟ ان في الكترون بيسافر من 2 اس يروح لهنا، مش مهم. ها وبعدين انا لسه عندي الكترونات بي، يعني عندي الاوربيتالات بي اللي هي مش هيحصل لها اوفر لابنج مع اس. استنى، ما هو بيعمل حاجه تاني، بيعمل ايه بقى؟ يجي الثلاث اوربيتالات بتاع بي مع الاوربيتال بتاع اس بعد ما توزعوا كده، يحصل بينهم جواز، تهجين، هايبريدايزيشن. لما يحصل بينهم جواز او تهجين هايبريدايزيشن، عشان عندي 3 بي 1 اس، يعني اربعه داخلين يتجوزوا، طلعوا لي اربع عيال قد اللي داخل قد اللي خارج، وده مهم. اربعه اوربيتال اهم، طلعوا لي اربعه اوربيتال جداد نوعهم اس بي 3. وليه قلت عليهم اس بي 3؟ عشان مسكت واحد من اس في 3 بي، والاربعه دول ايه بقى الجديد فيهم؟ اسكت، مش طاقتهم قريبه من الاس بتاعت الهيدروجين، نعرف نمسك. خلاص طلعت اس بي 3، نعرف نمسك في الاس، نعرف نعمل ربط، نعمل الرابطه. وده كده المميز بتاع الكربون. تاني الكربون بتاعي ده لما نوسعه هنلاقي ان انا عندي 2 في بي، 2 الكترونات في بي، تمام؟ والباشا فضلت له 4 الكترونات عشان يبقى اوكتيت يبقى ستيبل. بس انا لما بمسكه دايما بمسكه بالهيدروجين، الهيدروجين ده عندي الاوربيتال بتاعه اس، اخر اوربيتال عنده اس، وده اوربيتالاته بي، بي واس ما بيحصلش بينهم اوفر لابنج. ليه؟ مختلفين في الطاقه، بعاد قوي عن بعض، فما يمسكوش في بعض، ما ينفعش شرك حاجه كبيره في الطاقه مع حاجه قليله في الطاقه. طب والحل يعني؟ الكربون مميز عشان بيعمل كده من نفسه. نلاقي ان في واحد الكترون من اس راح سافر لبي عشان هو قريب منه في الطاقه شويه، وبعدين نلاقي عندنا واحد في اس وثلاثة دي. طب ما فيش لسه نفس المشكله، عندي ثلاثة دي ومش هينفعوا يمسكوا في الاس بتاعت الهيدروجين لما نيجي نعمل كوفيلنت بوند، فيحصل ايه؟ الثلاثة بي دول والواحد اس يتجوزوا، يحصل ما بينهم تهجين، هايبريدايزيشن، فيطلعوا لي اربع انواع جداد من الايه؟ من الاوربيتالز اسمها اس بي 3، اس بي 3 هايبريدايزيشن اوربيتالز. الاس بي 3 دي بقى حلت المشكله ليه؟ اسكت، مش هما زي الاس في الطاقه بتاعتهم بتاعت الهيدروجين ينفع يمسكوا مع بعض؟ لما يجوا يمسكوا مع بعض بقى، الرسمه اللي انا كنت بسيبها، لما يجوا يمسكوا مع بعض مش عليكم قوي بس عشان تبقوا عارفينها، دول يعني نرسمها تاني اهو. اس بي 3 بيبقى برضه دومبل شيب، ادي واحد وادي التاني وادي التالت. يجي بقى الاوربيتال بتاع الاس بيمسك عليهم كده، بيبقى ده السنتر، مش عليكم الشكل ده بس هو كده. وفي الاخر بنقول ان الاس بي 3 ده بيكون لي حاجه اسمها سيجما بوند، اللي هي ايه يعني؟ اللي هي السيجما بوند، اللي هي السنجل بوند، اللي هي الرابطه دي. فيجي يمسك بقى في الهيدروجين عادي اهو، ده عنده الكترون، ده عنده الكترون، ده عنده الكترون، ده عنده الكترون ناقص 4، وده عنده الكترون ناقص 1، يجي يمسكوا مع بعض. ينفع الاس بقى، ما هو عنده اس بي 3، ينفع الاس اوربيتال اللي فيه الالكترون ده يعمل ايه؟ يجي يحصل اوفر ليمينج ويعمل كوفيلنت بوند مع الاس بي 3 اوربيتالز دي بقى، ده اس بي 3 ده اس بي، وهكذا. تمام، ده هو ده الجديد والمهم والمختلف في الكربون اللي يخليه يعمل الاس بي 3. طب اشهر يعمل الاس بي 3 هايبريدايزيشن، هو بيعمل كذا هايبريدايزيشن هنقولهم دلوقتي. واشهر واحد بقى اوربيت، اشهر كومباوند اللي خدتوه في ثانويه عامه بيعمل اس بي هايبريدايزيشن هو الميثان، اللي هو بيعمل 4 سيجما بوند، اللي هو سي اتش 4. ايه سي اتش 4 دي؟ هي سي بس في 4 اتش. طب ما هو هيمسكوا ازاي في الاتش؟ ما اسكت، ما عمل اس بي 3، والاس بي 3 ينفع يمسك في الاس بتاعت الاتش. احنا بعد ما فهمنا مفهوم الهايبريدايزيشن او التهجين، هنعرف ان في ثلاث انواع منه، وهنفهم دلوقتي الفرق بين الكانولا والالكين والالكاينز اللي كنا خدناهم في ثالثه ثانوي على حسب نوع التهجين. طيب احنا كنا هناخد هنعيد الاس بي 3 تاني. كان ايه التهجين ده؟ قلنا الكربون بتاعتنا هي سي 6، تيجي نوزعها والله اس 2 2 اس 2 2 بي 2. لما
لما نيجي نوزع نلاقي الالكترون عامله كده. طيب ها نلاقي الالكترون في الاس بي 3 كان بيعمل ايه؟ واحده من ال 2 اس تسافر وتبقى هنا بالمنظر ده، فيبقى عندي 3 الكترونات في بي وواحد في اس. طب المشكله في ايه؟ طب مش الكربون بيعمل 4 بونز؟ طب هو ينفع يروح يمسك في الاوربيتال بتاع الاتش اللي هو اس وهو عنده اوربيتالات في بي، يعني اوربيتال بي يمسك في اس؟ مش هينفع عشان في فرق في الطاقه. فبيعمل هايبريدايزيشن، بيعمل تهجين، بيعمل جواز. نجيب ثلاث اوربيلات، ثلاث اوربيتالات اللي هي بتاعت بي دي واوربيتال اس، 3 بي وواحد اس يتجوزوا، 3 وواحد يتجوزوا يعني 4 يتجوزوا، يطلعوا لي 4 اوربيتالز مهجله. نركز، عدد اللي داخل عدد اللي متجوزه يساوي عدد اللي خارج. جوزت 3 ايه؟ 3 بي وواحد اس يعني 4، طلعوا لي 4، طلعوا لي 4 ايه بقى؟ اس بي 3. واس بي 3 ليه؟ عشان استخدمت اس و 3 بي، يبقى اس بي 3. طيب الاس بي 3 دول قريبين في الطاقه من اس، سو هينفع يحصل ايه؟ بوند بتوين الاس والكربون. اكبر اكزامبل على ده المثال اللي هو السي اتش 4، بيحصل اوفرلاب بتوين الاس بي 3 اوربيتالز الاربعه الجداد دول اللي هو اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 بتوع الكربونه دي، تمام، مع الاس بتاعت الهيدروجين، وده يكون لي السيجما بوند اللي هي بتوين اس بي 3 وبتوين الاس، ودي السيجما بوند. السيجما بوند بتكون حاجه بتوين الهايبريدايزد اوربيتال، تمام، والاس، تمام؟ ماشي. فطلع لي المثال الانجل بتاعه، الانجل بتاعه يعني ايه؟ هو ليه شكل تتراهيدرون، بيبقى عامل كده، ليه شكل يعني في فراغ، ده شكله يعني ايا كان، عشان شكل الاوربيتالات بتدخل مع بعض بشكل هندسي معين. ليه انجل بقى؟ ليه زاويه هندسيه 109.5، ودي مهمه. تتراهيدرال يعني شكل الرباعي الاول، بيعمل لي شكل الرباعي الاول اللي هو المثال ده نتيجه تداخل الاس بي 3 مع الاس. طب نعيد نفس فكره الاس بي 2 نفهم ناكد اكتر. الاس بي 2 ده تهجين من تهجينات الكربونات بتطلع لي نوع مختلف، ايه هو؟ كان عندي نفس الكلام الكربونه اللي هي 1 اس 2، لما نوزع 6 يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 نوزع، يبقى هنا في الاوربيتال تمام. نفس الكلام سافرت واحده وراحت هناك بقى عندي 3 في البي وواحده في الاس. هنا الاس بي 2 من اسمه يحصل تهجين بين واحده اس اس بي 2 واثنين بي. طب واحده اس واثنين بي ده كام اوربيتال؟ 3. يطلعوا لي كام اوربيتال متهجن؟ يطلع لي 3 اوربيتالات، 3 اوربيتالات متهجنه نوعها اس بي 2، 1 2 3. طب والرابع بي ما تهجمش ليه بقى؟ هنفهم ده يعمل لي ايه. يبقى انا كده الناتج عندي برضو 4 اوربيتالات بس 3 متهجنين اس بي 2 وواحد مش متهجن بي، عشان اخدت 2 بي وسبت واحد زي ما هو. طيب طب ده يعمل لي ايه؟ ال 3 اس بي 2 برضو الكربون تروح ايه؟ ماستر. اكبر مثال عندي كان اللي هو الايسين اللي هو في الالكين، ايه اللي بيحصل؟ انا عندي الكربون عندها برضو 4 بونز، ادي 1 2 3 4، تروح ماسكه بالاتش هنا الاس بي 2 الاوربيتال اللي هنا يمسك مع الاوربيتال اللي اسمه اس فيعمل لي السيجما، الاس بي 2 يمسك في الاس فيعمل لي السيجما، الاس بي 2 بتاعت الكربونه دي تمسك مع الاس بي 2 بتاعت الكربونه دي برضو تعمل لي سيجما. يتفضل بقى ان عندي بي فيمسك البي مع البي يعمل لي الباي بوند اللي هي الدبل بوند، يبقى الباي بوند دي بتوين حاجه ما حصلهاش تهجين اللي هو مين؟ البي، تمام، ده مهم، بتوين البي والبي ما حصلهاش تهجين، فعشان كده ادتني حاجه بوند جديده اسمها الدبل بوند. ده زي مين؟ زي الايسين. الايسين ده اللي هو خدناه اللي هو الالكين اللي خدناه في ثانويه عامه اللي هو كان سي 2 اتش 4، نيجي نرسمه يبقى كده اللي هو موزعينه هنا، هنلاقي كلهم سيجما بوند ما عدا واحده منها هي الباي بوند، عشان حصل بتوين بي وبي اللي ما حصلوش تهجين، وده بيعمل لي شكل في الفراغ مثلث. واحنا عارفين زوايا المثلث بتبقى ايه؟ 120، فالانجل بتاعته 120. طيب نشوف الاس بي عشان نفهم التهجين اكتر. نفس الكلام، عندي الكربون وواحده سافرت وبقى عندي 3 بي، نعمل تهجين. المره دي قلت اس بي يعني اعمل تهجين بتوين واحد اس بتوين واحد بي. طب انا خدت واحد اس وواحد بي، كام واحد ما تهجنوش؟ 2 من بي، فيطلع لي 4 اوربيتالات، 2 نوعهم اس بي و2 نوعهم بي ما تهجنوش. طب ايه مثال على ده؟ الاسيتايلين او اللي كنا بنقول عليه
إيساين اللي هو الألكاين اللي هو كان تريبل بوند رابطة ثلاثية، كان يلاقي إيه بقى؟ عشان عندي اتنين بس اس بي اللي يعملوا السيجما بوند، نلاقي واحدة هنا من الاس بي بتاعت الكربون راحت مسكت مع الاس، وواحدة من الاس بي هنا مسكت مع الاس بي بتاعت الكربون دي، وتفضل اتنين بي وبي، يبقى بي وبي عملت لي باي بوند، وبي وبي عملت لي باي بوند. يعني لو سألتك الألكاين عنده اتنين باي بوند واتنين سيجما بوند، لو ركزتوا معايا كده، الألكان اللي المثال بتاعه الميثان سي اتش 4 عنده 4 سيجما، الألكين اللي المثال بتاعه ايسين الاس بي 2 عنده 3، عنده 3 سيجما وواحدة باي، عشان عندي الباي اوربيتال اللي ما اتجوزش ما حصلوش تهجير. لو ركزتوا في الألكين اللي هو نوعه اس بي عندي ايه؟ عندي بس اتنين سيجما واتنين باي، عشان عندي اتنين باي ما حصلهمش تهجير، اتنين بي اوربيتال، وده الانجل بتاعه بيبقى خبطي، بيبقى خبط كده الرمز بتاعه في الانجل بتاعته 180. احنا عارفين ان اي خبط بيبقى الزاويه بتاعته 180. يبقى تاني نجمع تاني، الاس بي 3 يعني حصل تهجين بتوين اس و3 بي، فاس و3 بي يديني اربع اوربيتالات نوعهم اس بي 3، وكلهم بما انهم اربع اوربيتالات يبقى الاس بي 3 الاربعه يمسكوا مع الاس يدينا اربعه سيجما. زي المثال الكان الانجل بتاعته 109.5 يديني شكل رباعي الاوجه. طيب الاس بي 2 من اسمه اس بي 2 يعني خدت تهجين واحد اس بي 2 يبقى 2 بي، فاس بي اس وبي 2 يديني ثلاثه متهجنين نوعهم اس بي 2، وتفضل واحد بي ما تهجنش، عشان كده يعمل لي البي ده يعمل لي باي بوند، فيبقى عندي ثلاثه سيجما اللي هم جايين من الاس بي 2 وواحد باي بوند. تمام. طب والزاويه بتاعته تبقى مثلث، هو شكل مثلث زوايا مثلث 120 زي مين؟ زي الايسين اللي هو الالكين. طيب الاس بي التهجين الاس بي، اس بي من اسمه يبقى خدت هجنت بتوين اس وبتوين بي، اس وبي يديني ايه؟ اس وبي يعني اثنين، يديني اثنين اس بي، ويتفضل اثنين بي ما تهجنوش، يبقى عندي الاثنين ما تهجنوش دول يعملوا لي الباي بوند مختلفه، رابطه مختلفه اللي هي بتوين بي وبي، حاجات ما تهجنتش. فعشان كده الاسيتايلين اللي هو الايساين اللي هو الالكاين عنده اثنين باي بوند او دبل بوند بنقول عليهم، وعنده اثنين سيجما بوند، وبيكون خطي يعني لينير، والخط بتاعنا بيكون الزاويه بتاعته 180. على تهجين بس بيحصل في اتومز ثانيه غير الكربون، الموضوع حلو بسيط قوي. بيقول لك ان عندي نيتروجين وعندي الاكسجين برضو بيعملوا تهجين في مركبات، يعني نيتروجين بيعمل تهجين في مركب زي النشاتر، النشاتر ده ان اتش 3 قدامك شويه، والاكسجين زي في الووتر. طيب نشوف ازاي. هي النيتروجين الرقم بتاعها 7، تعالوا نوزع، يبقى 7 دي 1s2 ماشي، فوق ده 5 2s2 ادي كده 4 2b3. طيب نيجي نوزع نلاقي كده حصل كده، نعمل تهجين برضو من ال 3b وبين واحد من الاس، هيطلع لي 4 اوربيتالات فيهم sb3. فنفس الفكره، يجي النيتروجين بقى ده اللي اتكون عنده اوربيتال sb3، ال sb3 من هنا يدخل مع الاوربيتال بتاع الاس هنا بيعمل لي رابطه سيجما، وsb3 من هنا يعمل لي رابطه مع هنا وهنا. لا ده لا ده بنسميهم ما دخلوش في الرابطه فاسمهم ايه؟ لون بير او انشر دايركتورز. اكسجين نفس الكلام، نيجي نوزعها على 8 يبقى 1s2 2s2 2b4، نيجي نوزعها نعمل نفس الفكره، التهجين يطلع لي الاس بي 3 بس هو الاس بي 3 هيستخدمها مره مع هيدروجين اس، فيديني سيجما واس بي 3 هنا مره مع هيدروجين اس. بس الفكره كلها بقى في ايه؟ ان الباشا ده عنده اثنين لون بير، يعني عنده اربع الكترونات مش بيشارك فيهم في الرابطه. تمام. ده هايبريدايزيشن بتاع اذر اتومز، ومش مهم قوي بس خليكم عارفين ان في اذر اتومز زي النيتروجين. تمام، بنوزعه يعمل تهجين عشان النشادر. تمام، فيعمل 3 اس بي 3، 3 اس بي 3 دول بيفورم السنجل بوند وذ الاس بتاعت الهيدروجين، والميه نفس الكلام، وعنده ده عنده لون بير، ده عنده اثنين لون بير. الرابطه هنا بتبقى 107 وهنا 104.5، الارقام دي مش مهمه قوي بس احفظوها، الارقام المهمه قوي بتاعت الهايبريدايزيشن بتوع الاس بي 3 والاس بي 2 والاس بي بتاع الكربون 109.5 120 180، وده مهم عشان الاشكال الهندسيه بتاعتهم ليها علاقه بالزاويه. احنا بنشرح اخر جزء عندنا في الليكتشر وهو الالكترو نيجاتيفيتي. ايه الالكترو نيجاتيفيتي ده؟ بالظبط كده، انا عايزاك تتخيل ان انا يعني جبت واحد تخين قوي 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 قوي، جبت واحد رفيع قوي 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 قوي، والاثنين مسكتهم حبل. مين هيعرف يشد الحبل اكتر؟ لو الاثنين بيشدوا الحبل مين هيشد الحبل ويجيبه ناحيته اكتر؟ اكيد التخين.
هي بالظبط الالكترونيجاتيفيتي كده. انا عندي بوند، عندي تو اتومز اكس وواي ما اعرفش ايه هما يعني، وعندي بوند، وعندي البوند ما بينهم ايه. ها بقى مين فيهم قوي يشد الرابطه ناحيته؟ مش في تو الكترونز هنا حصل فيهم شيء؟ مين يقدر بقى يشدهم ناحيته؟ اكس كده تروح مثلا ولا واي؟ مين اللي يقدر يشدهم ناحيته اكتر؟ هو دي الالكترونيجاتيفيتي. مثلا لو الاكس هي التخينه شدها ناحيته، الالكترونيجاتيفيتي هي الابيليتي ان انا اشد اتراكت الايه؟ الالكترونز بتاعت البوند ناحيتي. طب هو ده بيدرند على ايه؟ هنلاقي عندنا في البريودك تيبل، ودي ارقام بتبقى من البريودك تيبل مش محفوظه يعني، تلاقي عند كل رقم مكتوب عنده الرقم بتاع الالكترونيجاتيفيتي بتاعه. فاحنا لو عندنا البوند بتكون الاثنين، احنا الفكره كلها ان احنا بنشوف الفرق، بنطرح الرقمين يعني مثلا انا عندي اف واف عاملين رابطه، انا هجيب الرقم بتاع عامل الجدول طلع 4 واف برده هي الاف في 4، فنشوف الفرق ما بينهم كام. لو طلع زيرو، زيرو ده عارفين يعني ايه؟ بيشدوا بنفس القوه، يعني الالكترونات هتقف في النص، ما هو نفس النوع على مركز ما هي اف واف، يعني اثنين توأم، يعني هيشدوا زي بعض اف واف. لو طلع زيرو معناها ان دي رابطه نون بولر كوفيلنت بوند. الكوفيلنت بوند فيها نوعين، بولر ونون بولر. النون بولر فرق السلبيه الكهربائيه الالكترونيجيتي اللي هي السلبيه الكهربائيه، فرق السلبيه الكهربائيه هيكون زيرو، يعني مفيش حد بيقدر يشد اكتر من الثاني، الاثنين الفرق ما بينهم زيرو، عشان كده دول ما يوصلوش كهرباء. ما علينا، يبقى تاني ايه الكترونيجيتيفيتي دي؟ ان انا اشد الكترونات الرابطه ناحيتي، انا قوي كفايه. طيب اعرف ده منين؟ اعرف ده بيكون موجود من رنجات معينه، تمام؟ موجود في البريودك تيبل. وعلى حسب يعني في حاجات معروفه انها اقوى من حاجات فتشد منها اكتر. يعني الهيدروجين هنعرف ان هو غلبان قوي، غلبان. لو حطيته مثلا مع سي ال، سي ال ده مفتري هيشد الالكترونات كلها تروح كده. عنده هاير الكترونيجيتيفيتي. الكلام ده بنعرفه من البريودك تيبل. وهنقول على كام حاجه بس هي الاقوياء في الاخر، بس خلينا عارفين الالكترونيجيتيفيتي دي ان انا اشد الكترونات الرابطه ناحيتي، تمام؟ انا قوي كفايه اشد الكترونات الرابطه ناحيتي. ومنه بعرف انواع الايه؟ البوندز. ليه؟ لو انا الفرق في السلبيه الكهربائيه، فرق الالكترونيجيتيفيتي، الديفرنس في الالكترونيجيتيفيتي زيرو، يبقى انا نمبولر كوفيلنت. يعني لو جبت الارقام دي ده جنب الجدول الدوري، مش انتوا بتبقوا عارفينها. لو انا زيرو يبقى انا نوعي كوفيلنت بس نمبولر. طب لو انا عندي اتش واف واجيب ارقامهم من الجدول الدوري، جبت الجدول الدوري جبت الارقام وطرحتهم من بعض، لو الفرق طلع اكتر من واحد بس اقل من اثنين، اكتر من واحد واقل من اثنين، يبقى كوفيلنت بس نوعها بولر، كوفيلنت بس ايه نوعها بولر. لو انا بقى جبتهم برضو والرقم طلع اكبر من اثنين او ثلاثه تطلع ايونيك. يبقى تاني انا مش فاهمه ايه الكترونيجاتيفيتي دي؟ هو الفرق في السلبيه الكهربائيه. يعني ايه برضو مش فاهمه؟ هي قدره الاتوم انها تشد ايه؟ مش انا عندي اثنين ماسكين في بعض عاملين اتوم عاملين بوند، قدره اتوم منها انها تشد الالكترونات اكتر ناحيتها. هو الاثنين ما بينهم بس في واحده شدهم اكتر ناحيتها، تمام؟ زي بالظبط ما نجيب واحد تخين واحد رفيع بيشدوا الحبل ناحيه بعض، التخين هيشدوا ناحيته اكتر، هي دي الالكترونيجاتيفيتي. طيب انا بقى بقسم البونز بتاعتي بيز على الالكترونيجاتيفيتي لكوفيلنت والكوفيلنت وايونيك. والكوفيلنت بقسمها بولر ونمبولر، فيبقى عندي ثلاثه، كوفيلنت بولر، كوفيلنت نمبولر، وايونيك. الكوفيلنت النمبولر لو جبت الارقام بتاعت الالكترونيجاتيفيتي اللي هي السلبيه الكهربائيه من الجدول وطلعوا وطرحتهم طلعوا زيرو تبقى نمبولر. لو طلعت اكبر من واحد اقل من اثنين تبقى بولر كوفيلنت، اكتر من اثنين يبقى دي ايونيك. ودي انا بعرف لما يقول لك ازاي، يعني ممكن الامتحان يقول لك ازاي، يقول لك السلبيه الكهربائيه بتاعت كل واحد وانت تجيب الديفرنس. يعني هقول لك مثلا عندي ملح زي حاجه اسمها ان ار اف، واديتك قلت لك ان السلبيه، انا اللي هقول لك يعني جيفن ال اي دي السلبيه الكهربائيه بتاعتها 5 والاف السلبيه الكهربائيه بتاعته 1، ممكن تعرف لي نوع الرابطه هنا ايه؟ هنعمل الموضوع سهل جدا. 5 ناقص 1 بكام؟ ب 4. 4 دي بقى زيرو؟ لا، يبقى مش نوع كوفيلنت بوند خالص. هي لا بولر كوفيلنت لا ايونيك. لو هي اكبر من 2 تبقى ايونيك، مش هي اكبر من 2 ايونيك. لكن لو اكبر من 1 اصغر من 2 تبقى ايه؟ بولر كوفيلنت، هي دي ايه؟ ايونيك. هناخد اكزامبلز عليها دلوقتي. طيب هل في طريقه ثانيه ممكن اعرف بيها غير الارقام؟ يعني ممكن يسالني بطريقه ثانيه غير الارقام؟ في حاجات كومن قوي محتاجين نعرف هي بتشد، يعني هي القويه ولا الضعيفه، محتاجين نعرفها. هنعرفها دلوقتي مع بعض.